بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. عايز أبشر حضراتكم قبل ما أبدأ الحلقة أو قبل ما أعمل أي حاجة، تم تغيير قانون التحكيم في كرة القدم. تم تغيير قانون التحكيم في كرة القدم في مباراة الزمالك وسموحة. لاعب نادي الزمالك شد لاعب نادي سموحة، ولكن الكابتن محمود البنا اللي انا شخصيا واحد من الناس اللي بثق فيه بشكل كبير جدا، ولكن معرفش ايه اللي حصل النهارده، كابتن محمود قال او كان من الواضح من كلامه انه الكره مش ركله جزاء. انا هنا ما بتكلمش على الزمالك وما بتكلمش على سموحه، انا بتكلم عن التحكيم المصري. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كله غلط، لم يتم تغيير اي قانون تحكيم ولا شيء، ولكن ده اللي انا افتكرته، لانه كابتن محمود البنا واحد من اهم وافضل الحكام اللي موجودين في مصر. ايه اللي حصل لك يا كابتن بنا؟ هل تم تغيير القانون من وجهه نظرك؟ واحد بيشد لعيب بيشد لعيب، انا للاسف طبعا ما اقدرش اجيبها لانه مش عندي، ولكن واحد لعيب بيشد لعيب بغض النظر عن الوان الفنيلات وبغض النظر عن اسم النادي، لعيب بيشد لعيب بتحتسب ضربه جزاء من واحنا عيال صغيرين، مش من واحنا عيال صغيرين، منذ ان تم انشاء كره القدم او منذ ان تم وضع قانون للتحكيم في كره القدم الموضوع واضح للجميع. الشد خارج منطقه الجزاء هو ضربه حره غير مباشره او ضربه حره غير أو مباشره، الشد داخل منطقه الجزاء هو ركله جزاء. فهل دي معناها ان هناك شد خفيف؟ ابعد الالوان عن عينيك، ما تبصش ان ده زمالك وده اسماعيلي عشان ما حدش ياخدها اهلي وزمالك. ولكن يا جماعه هو في كده في الدنيا؟ واحنا هنفضل كده لغايه امتى؟ كل مباراه نطلع نتكلم عن التحكيم، وكل مباراه نطلع نتكلم عن هتقول لي اصل الاهلي مش طرف، ما هو الاهلي هيجي يوم من الايام ويبقى طرف. يا جماعه من فضل حضراتكم ما حدش يحطني في اهلي وزمالك. أنا هنا بتكلم عن التحكيم المصري الذي له دور كبير في إنجاح الدوري والكاس وإنجاح كل البطولات المصرية وأيضا الأفريقية. هل هذا الأمر الكل يعلم مدى حبي واحترامي وتقديري لكابتن من البنا، ولكن يا كابتن بنا دي فضيحة اللي احنا شايفينه ده، فضيحة. والحمد لله يعني انا هنا لما بتكلم سموحه كسب الزمالك بالمناسبه، والزمالك خسر الثلاث نقط، عشان ما حدش برضه كل شويه هقول هذه الكلمه، ما حدش يقول لي اهلي وزمالك. ولكن يا جماعه مش كده، ما فيش كده في الدنيا، والله العظيم ما في كده في الدنيا. كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي وخبيرنا الدولي، كابتن ناصر سؤال مباشر، هل تم تغيير قانون التحكيم في كره القدم بان هناك تصبح شده خفيفه وشده ثقيله، شدة تحتسب ضرب جزاء وشدة لا تحتسب ضرب جزاء؟ الشد في القانون يا كابتن اسلام، تحياتي الاول ليك لحضرتك. الشد في القانون هو شد واضح، احتساب مخالفه ركله حره مباشره على اللاعب اللي هو شد. مفيش حاجه في القانون تعدلت، ولكن الحاله اللي قدامنا احنا بنتكلم حسام حسن لاعب سموحه ظلم مرتين يا كابتن اسلام، في قرار في لعبه واحده. هذا اللاعب ظلم مرتين، ظلم لما تم اشهار ليه البطاقه الحمراء صح بالتحايل صح، وظلم لما اتحسبش ليه ركله جزاء صحيحه مليون في الميه، ما حدش يختلف عليها. وده اللي بنقوله للحكام دايما يا كابتن اسلام، لو ما حسبتش المخالفه قبل ما حضرتك تكمل يا كابتن ناصر معلش. نعم، مره ثانيه سؤال واضح وصريح، هل تم تغيير قانون التحكيم في كره القدم في مباراه الزمالك وسموحه، أو لمباراة الزمالك وسموحة، أو لهذه اللعبة بعيدا عن الألوان وبعيدا عن أسماء الأندية؟ أولا يعني الإجابة ولا لا؟ لا الإجابة لا، الإجابة لا. ولكن كابتن إسلام إحنا هنا في قناة الأهلي، في قناة الأهلي نعم دايما بنحلل الصورة يا كابتن إسلام، بنحلل الصورة بصرف النظر هي لمين أو ضد مين، إحنا مالناش علاقة بالكلام ده. أنا سمعت حضرتك الصورة التحكيمية، سمعت حضرتك الصورة اللي قدامنا، سمعت حضرتك المباراة اللي فاتت يا كابتن ناصر وأنت بتتكلم عن ركلة الجزاء اللي تم احتسابها على رامي ربيعة. وأنا الحقيقة لقيت إن أنت واحد من أكثر الناس بتحاول تشرح للناس يعني إيه تحكيم، بعيدًا عن وجودك في قناة الأهلي أو غيرها. فأنت قلت لهم إيه؟ قلت لهم يا جماعة الكرة دي لو رامي لمس اللاعب
في المباراة تحتسب ضربة جزاء، لو لم يلمسه فهي ليست ركلة جزاء. بالظبط. يعني حضرتك شرحت اللعبة وقلت رأيك في اللعبة، لأنه وحضرتك داخل قناة الأهلي بالمناسبة. كابتن سلام، احنا عندنا هنا المصداقية لقناة الأهلي. صحيح. أنا بقول الكلام ده ومش مجاملة، هذه القناة المحترمة اللي كل واحد ليه رأي بيقوله فيها بكل صراحة. الحمد لله. محدش بيملي رأيه على حد. قناة محترمة اللي لو في أخطاء احنا بنطلع بنقولها، عشان كده بنقول يا كابتن إسلام. النهاردة في صورة واضحة جدا. أولاً تم احتساب ركلة جزاء غير صحيحة على لاعب سموحة. اللعبة الأولانية اللي تم احتساب فيها ركلة جزاء. والمدافع نجح تماماً في لعب الكرة. المدافع نجح في لعب الكرة. والبنا حسب ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك. ماشي خلاص، النهاردة محمد السبحة كان على الفار. استدعى الحكم وجاب له أحلى لقطة أو أفضل لقطة عنده. وقال له إن اللاعب المدافع نجح في لعب الكرة، وبالتالي هو رجع لغى ركلة الجزاء. نعم. أنا من هنا بقول للبنا، هو البنا طبعاً حكم كويس، بقول له البنا خلاص هو مخالفة أنت حسبتها، ما تتأثرش بيها، شيلها من دماغك خلاص، والفار صحح لك الخطأ في اللعبة الأولى. اللعبة الثانية أنت مش هتشوف الشاب ده لسبب يا كابتن إسلام، في حاجة مهمة قوي. الشاب ده في نص الفانيلا، يعني الشاب ده لاعب الزمالك هي في نص فانيلا حسام حسن. أنا لو أنا حكم جاي عمودي مش هشوف الشدة دي. أوكي. أيضاً الفار يتدخل بالقرار، وكان قراره سليم باستدعاء الحكم. خلاص هو جابك وجاب لك افضل زاويه والشد موجود، خلاص مفيش مشكله. انا حسيت ان كابتن، وقول لي حضرتك، انا حسيت ده مجرد احساس، يعني احساس لعيب كنت في ملعب قبل كده وسامع او شفت. انا حسيت انه كابتن البنا متنرفز شويه من لعيبه سموحه او اللعيبه اللي لابسه ازرق، بلاش اسماء الانديه عشان ما حدش برضه ياخدنا في سكه اهلي وزمالك، ولكن انا حسيت ان هو يعني متضايق من كابتن حسام حسن، من حسام حسن لاعب نادي سموحه، يعني متضايق، ما اعرفش، انا حسيتها كده يا كابتن وهو في الملعب. طيب انا هقول لك حاجه، انا اسف يا كابتن، انا اسف، انا اسف، اقول حاجه بس، اقول حاجه بس، أحييك ربنا يخليك، اقول حاجه بس، انا بحب كابتن البنا جدا جدا، انا ما اعرفوش بشكل شخصي، ولكن انا بحب كابتن البنا جدا جدا جدا، وقلت الكلام ده 100 مره قبل كده وهقوله 100 مره بعد كده، وانا متاكد ان كابتن البنا النهارده ما كانش موفق بكل الطرق، كل الطرق، ده وجهه نظري طبعا، لو الكابتن ناصر بيختلف معايا هو حر. لا طبعا انا بتفق معاك كابتن اسلام، وبنا يعني مش هننسى البنا، هو بنا قبل كده عمل ماتشات حلوه وماتشات جميله واشادنا بيه هنا في قناه الاهلي يا كابتن اسلام. على حقيقي انا هفكرك بحاجه مهمه يا كابتن البنا، اللي عدلنا الاهلي والاتحاد. لو تفتكر المباراه اللي هي 3-0 اللي حكم فيها ركلتين جزاء على النادي الاهلي. حقيقي. حكم فيها ركلتين جزاء على النادي الاهلي، طلعنا قلنا ان ركلتين جزاء صحاح، وان اداء البنا في هذه المباراه كان اداء كويس. حقيقي. هل معنى كده يا كابتن احنا ضد البنا؟ لا لا طبعا. اللي انا عاوز اقوله ايه؟ يا بنا احنا لما بنشيد في قناه الاهلي او في اي قناه، هو حقك، هو حقك لما نطلع النهارده نقول ان النهارده ما كنتش موفق، ده مش بننتقدك اكتر، بنقول ان في اخطاء تحكيميه النهارده اثرت في نتيجه المباراه. السؤال لو كان النهارده سموحه تعادل او اتغلب كانت هتبقى المشكله مشكله كبيره جدا يا كابتن. هرجع بقى لحاجه مهمه جدا، مشكله لسموحه، ولكن انا هنا بتكلم عن التحكيم المصري الذي وصل الى قبل نهايه افريقيا، والعالم كله او القاره الافريقيه بالكامل اشادت بالتحكيم المصري وبما فيهم حضرتك، وعملت هنا وكنت كل يوم بتكلمي تقول لي يا كابتن اسلام لازم نطلع نشيد بالتحكيم، وكنا بنشيد بالتحكيم لانهم كانوا يستحقوا، فان احنا نشوف الشكل بهذا المستوى في مباريات كثيره جدا، اعتقد ان ده بالنسبه لي بيمثل علامه استفهام كبيره جدا. هرجع تاني يا كابتن اسلام، بس انت قلت حاجه جميله جدا من شويه. نعم. جدا جدا، وكانك انت حكم وكانك انت ليك خبرات، لعبت كوره على مستوى كبير وفاهم قوي قوي قوي. احيانا الحكم، واحنا بنقول دايما لحكامنا ما تحطش لاعب في دماغك. ايوه بالظبط. حسام حسن يمكن هو شاف ان اكتر من مره مثلا من وجهه نظره ان حسام حسن يدعي الاصابه او يدعي التمثيل. خلي بالك دي انت كحكم مالكش علاقه بيها، انت ليك علاقه لو في مخالفه اديها له، لو في مخالفه اديها له بصرف النظر، ما تحطش في دماغك خلفيه عن ان اللاعب ده بيمثل او كده. طب النهارده هو مش بيمثل، هو فعلا النهارده اللي ركله جزاء صحيح لم تحتسب، الشد واضح جدا جدا جدا، هذه المخالفه اللي النهارده محمد الصباح النهارده جاب لك افضل زاويه. احنا قلنا عندنا صوره، احنا بنحلل صوره تحكيميه، صوره موجوده كابتن اسلام عندك، واضحه جدا حكام عبد المجيد بيشد، وهنا الشد زي ما قلت الشد خفيف او ثقيل، هو الشد موجود
وبالتالي المخالفه موجوده ركله جزاء لم تحتسب. ثاني بنقول ان حسام حكم ظلم مرتين، مره ببطاقه حمراء غير مستحقه نتيجه التحايل، ومره ثانيه لم تحتسب له ركله جزاء صحيحه في هذه المباراه. اذا من وجهه نظر حضرتك ان النهارده كابتن البنا لم يكن موفقا في هذه المباراه، بعيدا عن اسماء الانديه الابيض والازرق، ولكن في النهايه هي ركله جزاء صحيحه تحتسب للفريق الازرق، ولكن على الجانب الاخر هو لم يحتسبها ركله جزاء واضحه، وايضا تم طرد لاعب للفريق الازرق، صح كده؟ بالظبط كابتن اسلام، بالظبط. طيب بالزبط. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي. والحقيقة أنا دائما ما بستعين بكابتن ناصر في كل الأمور التحكيمية، لأنه كابتن ناصر رجل واضح ورجل صريح، بيطلع يتكلم ملوش علاقة مين بيعمل إيه، هو بيشوف صورة وبيحللها وبيعملها، ما عندوش علاقة أنا في قناة الكذا ولا لا 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 لا، هو بيطلع يقول اللي هو شايفه من وجهة نظره، وبالتالي لم يتم تغيير قانون التحكيم في العالم، ولكن كابتن محمود البنا أخطأ خطأ كبيرا في هذه المباراة. المباراة انتهت بفوز نادي سموحة على نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ولكن نبعد كل ده ونبعد أسماء الأندية ونبعد الألوان ونبعد كل حاجة، يا جماعة هل سنظل بهذا الشكل التحكيمي حتى نهاية الدوري لكل الأندية بقى لل 18 نادي؟ هل سنظل بهذا الشكل التحكيمي بالنسبة للنادي الأهلي هنا اللي أنا يخصني؟ أنا بكسب وعند الحكام اللي بيلعبوا لي المباريات أخطاء كبيرة جدا وكثيرة جدا، وبنحاول نزق من هنا ونلصب من هنا ونعمل من هنا عشان الدنيا تمشي، ولكن في النهاية عندما أرى خطأ كبيرا بهذا الشكل المفروض أن أنا أعمل إيه؟ أسكت؟ هل من المفترض أن أنا لما أشوف شكل زي ده وأشوف حكم كبير زي كابتن البنا، واحد من أفضل ثلاث حكام في مصر، أن يظهر بهذا المستوى، فهل ده طبيعي أن أسكت؟ المفروض أن أنا ما أتكلمش ولا أعمل إيه؟ أنا حبيت أجيب لحضراتكم هذه الرسالة أو هذا الأمر علشان تبقوا حضراتكم شايفين ماذا يحدث. هتقول لي لا لا مفيش، أنا دايما بقول هذه الكلمة، واللي عايز يقول حاجة يقولها، واللي مش عايز يقولها ما يقولهاش، أنا مش فارق معايا، لأن أنا بقول كلمة الحق دائما، ما تفرقش معايا حاجات كتير. هذا الرجل من الناس المحترمة، هو أخطأ بشكل كبير جدا جدا في هذه المباراة، جانبه يعني لم يكن موفقا في هذه المباراة. عشان كده أنا دايما بقول خلي بالنا يا جماعة، التحكيم له دور كبير جدا 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 خلال الفترة القادمة في كل مباريات الدوري العام المصري والكاس وكاس مصر. نتمنى التوفيق للحكام، ونتمنى من بريرا اللي طالع هنا وطالع هنا وطالع هنا وعمال يقول افضل واحسن واعمى وكذا وكذا وكذا، يا مستر بريرا من فضلك ركز مع الحكام شويه. من فضلك يجب ان يكون هناك محاضرات يوميه، محاضرات شبه اسبوعيه، ما اعرفش، انا ما اعرفش، مش شغلتي، ولكن اتمنى ان يحدث ده خلال الفتره القادمه. انا حبيت بس ان انا ابدا بالموضوع المهم ده جدا جدا جدا، لان الامور اللي جايه أو الفترة اللي جاية فترة صعبة النادي الأهلي ولكل الأندية الدوري العام المصري. النهاردة إن شاء الله هيكون عندي في البيت الكبير الجزء الأول النجم الكبير كابتن أحمد صديق ضيفا على البيت الكبير، أما في الجزء الأخير والثاني والأخير من هذه الحلقة هيكون معايا الأساتذة الكبار الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري في ضيافة البيت الكبير. أنا بس حبيت إن أنا أبدأ لأنه الواحد تعب، والله تعبنا من كتر ما بنتكلم عن سلبيات التحكيم، نفسنا نطلع نتكلم عن ايجابيات التحكيم. امور اخرى هتكلم فيها مع حضراتكم فيما يخص هزيمه فريقنا امبارح في كره اليد في كره الطائره، انا اسف، وهرجع اتكلم مع حضراتكم في امور كثيره جدا تخص هذا الامر، ولكن نبدا فقرتنا الرئيسيه فقره حائط صد. الحقيقة من امبارح وناس كتيرة جدا طلعت تتكلم وتنشر حاجات هي ليست صحيحة. والناس تحس ان هي مش الاهلاوية طبعا، او كل اللي بيعملوا كده هم اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي. الناس تحس ان هي ما صدقت ان الاهلي خسر مباراة امبارح في بطولة افريقيا للكرة الطائرة سيدات، وتحس ان انت في حاجة غريبة حصلت.
هي حاجة غريبة فعلا ان الاهلي يخسر، لكن اقصد تحس ان ايه، ايه يا جماعة في ايه؟ انا هنا ما بتكلمش على جمهور الاهلي مرة تانية، انا هنا بتكلم على بعض من لا يشجع النادي الاهلي، وهتفهموا كلامي لمين. هارد لك للنادي الاهلي ومبروك لنادي الزمالك. ولكن ان تستغل ناس او بعض الناس وبعض اللي موجودين او اللي محسوبين على الوسط الاعلامي ومعروفين بانتماءاتهم ان هم ما بيحبوش النادي الاهلي، ناس تستغل هذه الهزيمه وتبدا تطلع كلام هو كلام غير حقيقي وكلام كذب. ده اللي مش هنسمح بيه في قناه الاهلي ولا في البيت الكبير، تحديدا في البيت الكبير. فمثلا هنا هتكلم عن المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي. قال لك المهندس خالد مرتجي رفض التواجد في مراسم تسليم الميداليات، وهو كان لازم يبقى موجود بناء على البروتوكول. ده الناس بتقول الكلام ده. الاخ الغير صادق واسماء اخرى. يا جماعه الناس دي جهله ومش عارفه حاجه. الناس دي جهله ومش عارفه حاجه. الهدف من هذا الامر هو البحث او اركب الترند. هم خمسه سته دايما بتكلم عنهم، لو عديت اسبوع بتكلم عن فلان اللي هو الهجاص، تلاقي الاسبوع اللي بعده بتتكلم عن المطرود، الاسبوع اللي بعده تتكلم عن الغير صادق. هم بيقعدوا يلفوا نفس الدايره الثلاثه اربعه خمسه اللي هم دايما معروفين بالنسبه لجمهور الاهلي. طيب الناس دي مش فاهمه ليه يا عم اسلام؟ لو حضرتك جيت سالتني وقلت لي طيب هو المهندس خالد مرتجي كان يجب عليه ان يكون متواجد ولا لا؟ البروتوكول بيقول ايه؟ هقول لك وهقول لحضرتك. البروتوكول هنا بيقول يحضر مراسم تسليم الميداليات هو رئيس اللجنه المنظمه. بتقول ايه يا عم اسلام؟ اه والله العظيم مفيش بروتوكول بيقول ان الاستاذ خالد مرتجي او امين صندوق النادي او اي حد من اعضاء مجلس اداره الاهلي يبقى متواجد. عشان كده لو حضراتكم شفتوا وتابعتوا امبارح الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره الاهلي وايه ورئيس اللجنه المنظمه، استاذ مين؟ محمد الضماطي اللي هو مين؟ عضو مجلس اداره الاهلي ورئيس اللجنه المنظمه، هو اللي كان موجود في مراسم تسليم ميداليات بطوله افريقيا للسيدات. طيب يعني هو المهندس خالد مرتجي لما الاهلي كسب بطوله افريقيا للرجال كان موجود؟ لا طبعا ما كانش موجود. يعني المهندس خالد مرتجي هيكون موجود ازاي وبصفته ايه؟ نفسي حد لما يطلع يتكلم بصدق. والله والله لو اتكلموا بصدق ما هنطلع نتكلم ولا هنرد عليهم، بالعكس. ولكن الناس دي بتحاول ان تثير الفتن بكل الطرق ما بين الاهلي والزمالك، ما بين الناديين الكبيرين. طيب مهندس خالد مرتجي ليس من حقه بروتوكوليا ان يكون متواجدا في هذا الامر. طيب اعضاء مجلس اداره الزمالك اللي كانوا موجودين في ملعب المباراه كلهم حضروا مراسم تسليم الميداليات؟ الاجابه بشكل واضح لا. ولو رجعنا لماتش الطايره رجال، الكابتن محمود الخطيب لما تواجد في النهائي كان ضمن البروتوكول، وكانت دعوه من الاتحاد الافريقي واللجنه المنظمه. يا عم اسلام انت بتقول اي كلام؟ والله ما بقول اي كلام يا جماعه. الغير صادق هو اللي بيقول اي كلام، والمطرود والهجاص هم دول الناس اللي بتكذب. والله انا ما حد فينا بيكذب ولا بيقول حاجه غير صحيحه. هذه هي الحقيقه واضحه امام الجميع. من يفهم في البروتوكول، بروتوكول المسابقات الافريقيه، هيفهم الكلام اللي انا بقوله. موضوع بسيط ومش محتاج اي حاجه. بالعكس بقى، وانا هنا أقدر أصرح بهذا الأمر، كل أعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي اللي كانوا موجودين بما فيهم المهندس خالد مرتجي كانوا موجودين
في المدرجات حتى انتهاء مراسم التتويج للمحافظة، أو علشان يعملوا أي حاجة عايزها مجلس إدارة نادي الزمالك. يعني إيه؟ يعني لو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأنا سمعت الكابتن أحمد سليمان بعد المباراة شكر مجلس إدارة النادي الأهلي وشكر اللجنة المنظمة ومدير ورئيس اللجنة المنظمة على أن التنظيم على أعلى مستوى. فبالتالي مجلس إدارة النادي الأهلي والأستاذ خالد مرتجي كانوا موجودين علشان تذليل أي حاجة هتحصل لمجلس إدارة نادي الزمالك. الحمد لله الأمور مشت بشكل جيد جدا وفاز نادي الزمالك، مبروك. وخسر النادي الأهلي، هارد لك، بأخطاء واضحة هنتكلم في الحاجات الفنية بعدين. ولكن أنا بس حبيت أن أنا أقول لحضراتكم يا جماعة ما تصدقوش كلام الغير صادق والهجاص والمطرود، دايما كلامهم بيبقى كذب في كذب. كل ما يريدونه هو إثارة الفتنة ما بين الجمهورين الكبيرين. اللي هما بيقولوه ده مش مظبوط. المهندس خالد مرتجي لو بروتوكوليا كان هيبقى موجود، أول واحد كان هيبقى موجود. كابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه ويقومه لنا بألف سلامة يا رب إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، لو كان موجود وبروتوكوليا كان هيبقى موجود. ولكن مرة تانية ما تفضلوش تكذبوا على الناس، حرام عليكم. علاقة مجالس الإدارة علاقة جيدة الحمد لله، علاقة الجمهور الأهلي ما فيش زيه في الدنيا، يعني أفضل وأحسن جمهور في العالم بالنسبة لي. جمهور الزمالك جه وشجع فرقته وكل حاجة، والأمور كانت داخل صالة النادي الأهلي والأمور كانت طيبة جدا. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم ما تسمعوش لهؤلاء، هم بيقولوا الكلام ده علشان يكذبوا على حضراتكم ويحاولوا يوقعوا ما بين الجمهورين وما بين مجالس الإدارة. أنا بس حبيت أشرح لحضراتكم سريعا جدا هذا الأمر. أمر آخر، إحنا لعبنا كم بطولة في الطائرة؟ لعبنا 8 بطولات في الكرة الطائرة. بتقول كم يا عم إسلام؟ السنة دي لعبنا 8 بطولات في الكرة الطائرة، 4 رجال و4 سيدات. طيب كم بطولة فاز بيها النادي الأهلي في الأربع بطولات للرجال؟ حد يجاوب. 4 بطولات، 4 من 4 في الرجال. طيب اتبقى 4 بطولات أخرى للسيدات، كم بطولة فاز بيها النادي الأهلي 3 بطولات من 4؟ إذن النتيجة في الكرة الطائرة رجال وسيدات ما بين الأهلي ومنافسه التقليدي نادي الزمالك، النتيجة 7-1. امبارح اللي اتفرج على المباراة الأهلي كان الأقرب للقب، ولكن هي دي الرياضة وهي دي المنافسة. أنا بصراحة لما تشوف الماتش، ماتش حلو، ماتش حلو ما بين الفريقين. الأهلي أفضل بكتير من وجهة نظري، يعني أنا هتكلم عن وجهة نظري في الطايرة اللي الواحد يعني اتكلمت فيها مع ناس خبراء كتير في هذا الأمر. الأهلي أفضل فنيا بكتير جدا من نادي الزمالك، وأفضل فنيا من أي نادي في مصر. ولكن بناتنا امبارح مع مدربهم كان في أخطاء بتحصل في الرياضة يا جماعة. الأهلي الموسم ده محقق في الطايرة رجال وسيدات 7 بطولات من 8، النتيجة 7-1 مش 6-1، 7-1. أهم ما يميز قطاع الألعاب الأخرى في النادي الأهلي هو تصحيح الأخطاء كل موسم. مرة كان معايا دكتور محمد شوقي على التليفون، وقلت دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، وسألته قلت له يا دكتور شوقي احنا خدنا 25 بطولة من 30 بطولة بتفكروا في ايه؟ يعني ألف مبروك وبتاع. قال لي طبعا ألف مبروك وشكرا وكذا وكل حاجة، ولكن احنا هنفكر ليه خسرنا ال5 بطولات اللي فاضلة. أعتقد أن المسؤولين عن الألعاب الأخرى ومدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي هيفكر هو ليه خسر هذه البطولة. تخيلوا حضراتكم 17 لقب
على مستوى ألعاب الصالات ولقب وحيد لنادي الزمالك ما بين النادي الأهلي والنادي، إذا كانت هناك مقارنة يعني ما بين الأهلي والزمالك، ف17 لقب للنادي الأهلي في ألعاب الصالات ولقب وحيد لنادي الزمالك. ممكن أقعد أسرد لحضراتكم الألعاب و عدد البطولات اللي خدها ولكن لعبت النادي الأهلي، ولكن أنا ما بحبش أعمل كده. إن شاء الله في نهاية الموسم ربنا يكرمنا ونقول لحضراتكم موسم ألعاب الصالات كان عامل إزاي في هذا الموسم، لأن إن شاء الله كلها أقل من شهر إن شاء الله وتنتهي كل هذه الأمور، ونقعد بقى نعد مع حضراتكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وكل هذه الأمور. ده الأمر الثاني فيما يخص الكرة الطائرة. الأمر الثالث، وأنا هتكلم في الأمر ده وبمنتهى الوضوح بخصوص الكرة الطائرة سيدات، النادي الأهلي دايما بيحافظ على مبادئه، والنادي الأهلي لا يقف على أي لاعب أو لاعبة. الدليل في لعيبة مشيت من النادي الأهلي، خليني أتكلم هنا لو هتكلم عن الكورة، في لعيبة أسماء كبيرة جدا 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 وفي عز ما النادي الأهلي كان عايزها مشيت من النادي الأهلي. وخليني أقول لحضراتكم سر بسرعة جدا، بعض من هذه الأسماء الكبيرة في حاجات شخصية بيني وبينهم، بيني وبينهم احنا بنتكلم كلنا أصدقاء بعيدا عن حق النادي الأهلي، فكلهم نفسهم يرجعوا النادي الأهلي، ده نقطة تانية. المهم اللعيبة دي كلها والناس دي كلها كان نفسها ترجع الأهلي، وفي بعض الأوقات النادي الأهلي كان محتاجهم على المستوى الفني، ولكن مبادئ النادي الأهلي تمنع عودتهم من جديد، وده سر النجاح والتتويج بالبطولات. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ ده انا بقوله ردا على التصريحات اللي قالتها كابتن احد لاعبات نادي الزمالك، طلعت مريم متولي وهي كانت لاعبه في النادي الاهلي سابقا، طلعت مع الكابتن هاني حتحوت الزميل هاني حتحوت وكلمت معاه في هذا الامر، وقالت ان هناك اعضاء من مجلس اداره النادي الاهلي بعد ما كسبت بطولة هي قالت كده بعد ما كسبت البطولة امبارح، قالت ان هناك اعضاء من مجلس ادارة النادي الاهلي كلموها وتحايلوا عليها عشان ترجع. والله انا ضحكت اول لما جالي التصريح ده، انا ضحكت، انا اسف جدا. طبعا قد تكون كابتن مريم اسم كبير في الطايرة وكل حاجة، ولكن هناك اسماء كبيرة جدا 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 في عالم كرة القدم ونجوميتها أكبر بكتير جدا جدا من الطايرة، وحاولوا من أعلى مستوى لأقل مستوى وما عرفوش يرجعوا. فمليون في المية من غير ما أسأل، أنا ما رجعتش لحد وما كلمتش حد وما سألتش حد، لأن أنا متأكد من الكلام اللي أنا بقوله، هذا الكلام عالي تماما من الصحة. الأهلي ومسؤوليه لن ولم يتفاوضوا مع أي لاعب مشي من النادي الأهلي وزايد على النادي الأهلي مهما كان اسمه. اعملي اللي انت عايزاه، كسبتي مبروك، كروح رياضية مبروك، ولكن اللي بيتعمل ده عيب ما يصحش. وانا هنا بتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب، لأنه انا اتعلمت كده داخل النادي الأهلي، حتى عندما أنتقد يجب أن يكون النقد في إطار الاحترام والأدب. قد تكون البنت مشدود أو اللاعبة مشدودة شوية، كسبت طبعا النادي الأهلي ناديها السابق ما كانتش تحلم، وأنا عارف أن هي ما كانتش تحلم ولا كلهم كانوا يحلموا، ولكن استطاعوا أن يفوزوا ويصلوا إلى كأس العالم. بالمناسبة كأس العالم النتيجة كام كام؟ ما عملناهاش ده يا محمود. كاس العالم النتيجة كام كام؟ هجيب لكم النتيجة بتاعت كاس العالم، كم فريق وصل من النادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، وكم فريق وصل إلى كأس العالم من أندية أخرى. الكرة النادي الأهلي ممثل مصر، اليد النادي الأهلي هو ممثل مصر،
الطائرة رجال، النادي الأهلي هو ممثل مصر، الطائرة سيدات، نادي الزمالك هو ممثل مصر. إذن من 4 بطولات النتيجة 3-1 لصالح النادي الأهلي. زعلانين ومتضايقين إن احنا خسرنا؟ آه طبعا زعلانين ومتضايقين إن احنا خسرنا، ولكن أنا اللي مزعلني أكتر كمية الإشاعات والتنمر والكلام الغير صحيح. اللي عايز يفرح ويتبسط يفرح ويتبسط، أنا ما أقدرش أتكلم في هذا الأمر، ولكن الحقيقة يعني أن تنطلق الشائعات بهذا الشكل هنقف وهنرد، وهنرد بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب، عشان احنا النادي الأهلي وطول عمرنا سنظل دائما بهذا الشكل داخل النادي الأهلي. أنا نسيت برضو السلة، لو ربنا كرمنا واستطعنا أن نفوز ببطولة البال سنصل إلى البطولة الرابعة، لو ربنا كرمنا وكسبنا هذه البطولة سنصل إلى كأس العالم للأندية في كرة السلة، لو لم نفز يعني هو النادي الأهلي الوحيد اللي بيلعب في هذه البطولة، وبالتالي لو لم نفز سيكون نادي إفريقي آخر هو اللي موجود في هذه البطولة. عموما يعني أنا بس حبيت أن أنا أرد، لأنه في كلام كتير جدا جدا في خصوص هذه الأمور. أخش بقى على الكرة شوية. ما زال مروجي الشائعات اللي كل همهم هو إثارة الفتن داخل النادي الأهلي، سواء الفتن ما بين الجماهير أو الفتن ما بين الجماهير ومجلس الإدارة أو اللاعبين والجهاز الفني. في ناس تخصص شائعات، عايزين يعملوا فتنة ضد النادي الأهلي وخلاص، أو جوه النادي الأهلي. ولكن صدقني أنا هرد عليك، ولكن محدش شايف الناس دي، حضرتك وأصحاب الشائعات سواء صفحات أو سوشيال ميديا أو برامج. وهنا أنا بتكلم عشان بس محدش ياخدني في سكة جمهور الأهلي، أنا هنا بتكلم عن بعض من لا يشجع النادي الأهلي. هتقول لي يا اسلام انت ليه بتقول كده؟ هقول لك انا كل ما بفتح المواقع والصفحات والبرامج من اليومين اللي فاتوا دول بحس ان الشناوي ماسك سيف وخنجر في النادي الاهلي ويلعب يا بلاش. كم واحد حاسس بمثل هذا الاحساس؟ وكم واحد وصل لحضراتكم هذا الاحساس؟ كتير صح؟ طيب مش هقول لحضراتكم انا اتكلمت مع مين او عملت ايه عشان اطلع اتكلم معاك مع جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بيعلم الحقيقه. بدون محمد الشناوي هو كابتن النادي الاهلي. محمد الشناوي بعيدا عن حراسه المرمى اللي هو افضل حارس مرمى في مصر خلال هذه الفتره والفتره السابقه وان شاء الله المستقبل القريب القادم، محمد الشناوي له دور مهم وكبير داخل النادي الاهلي بوجوده ككابتن للفريق، وهو الذراع الايمن لكابتن خالد بيبو ولمستر كولر في تنفيذ كل ما يريدونه من داخل الفريق. طيب هو كابتن شناوي يا كابتن اسلام، يعني الناس تسالنا اسلام هو كابتن شناوي مرضيش يقعد احتياطي لكابتن، في اوضح من كده مفيش صح؟ كابتن شناوي مرضيش يقعد احتياطي لكابتن مصطفى شوبير، مش انا اللي هرد. مارسيل كولر في المؤتمر امبارح الراجل رد على الكلام الغريب ده وقال ايه؟ محمد الشناوي ما رفضش ولا يقدر يرفض. الراجل ما رجعش التدريبات اصلا والراجل مصاب. محمد الشناوي عنده اصابه. عنده اصابه في السمانه. السمانه اصابه دمها تقيل. مش اي حد هيبقى عارف الكلام اللي انا بقوله ده، لما بترجع من اصابه خلفية أمامية ضمة بتاع أو حاجة في الكتف بقالك يعني المهم بقالك شهرين ثلاثة ما بتتمرنش، أول إصابة بتجيلك بعد ما بترجع أو أول شد بيجيلك هو شد السمانة. كلنا كلاعيبة كرة عارفين هذا الكلام. الشد ده لو جالك ويعني عملت منك سنة أو وجعتك سنة لازم تستريح لها 4 5 أيام وهتبقى كويس. أنا بقول لكم من واقع خبرة. مارسيل كولر قال انا عندي 2 لعيبه مصابين، احمد عبد القادر ومحمد الشناوي اللي هيرجع. انا بقول تقدير من اسلام وليس امر رسمي من النادي الاهلي، ده تقدير مني انا. محمد الشناوي في خلال يومين ثلاثه هتلاقوه موجود. هي اصابه السمانه كده، بعتذر انا اسف، هي اصابه السمانه كده. اول لما ترجع من اصابه طويله شهرين ثلاثه اول حاجه هتوجعك السمانه، لازم تاخد لها 3 4 ايام
لعيبه الكوره هيبقوا عارفين الكلام اللي انا بقوله ده. ولكن لمصلحه مين حضرتك تطلع شائعات ضد النادي الاهلي في هذا التوقيت؟ الاهلي عنده مهمه وطنيه دوليه او افريقيه امام نادي الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا. هو في حضرتك، هو في حد سلط حضرتك كموقع او كبرنامج او كصفحه سوشيال عشان توقع النادي الاهلي؟ ما هو هقول ايه طيب؟ ولا مارسيل كولر كمان بيكذب؟ طيب مارسيل كولر اتكلم عن الشناوي بشكل واضح، واتكلم عن قفشة بشكل واضح. قال لك قفشة، اتقال ان قفشة اساسا هو معاقب وقفشة كذا وكذا. طب الراجل رد قال ايه؟ قال انا ما عنديش عقوبات لاي لاعب. يعني قفشة قال ان هناك ترتيبات فنيه في اللي بيلعب افضل منه، فانا بلعب الاجهز فنيا وده طبيعي، ده بالنسبه لقفشه. يعني هو من وجهه نظره ان هو لعب بمجموعه، المجموعه دي بتكسب وكسبانه وماشيه بشكل جيد. قال لو قفشه او غيره تالق من الخارج، من ال 10 12 واحد اللي بره الفرقه تالق، هيخش الفرقه تاني. ولكم مثال في احمد عبد القادر مثلا، احمد عبد القادر كان بره الفرقه خالص والناس قعدت تقول كذا وكذا وافلام وحكايات وروايات، تالق في التمرين، رجعوا الماتشات، تالق في الماتشات بيلعب لغايه دلوقتي. كولر قفل ملف الشناوي، وكولر قفل ملف قفشه، قاموا داخلين على كريستو. كريستو زعلان وعايز يمشي. بالمناسبه هو لو زعلان فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة، لازم يزعل ان هو ما بيلعبش. أنا قلت لحضراتكم قبل كده أي لعيب في العالم ما بيزعلش ان هو بيلعب، أنا شخصيا بيبقى عندي مشكلة كبيرة جدا معاه. فأي لعيب في الدنيا مش كريستو بس، ده اسمه هالاند من يومين ولا امبارح وهو طالع عشان مطلعه وهو جايب 3 أجوان، عمل مشكلة مع جوارديولا. فما بالك الواحد ما بيلعبش بقاله فترة. يعني أنا بس حبيت إن أنا وبحب إن أنا أرد بمنتهى الوضوح دائما عشان مصر كلها تعلم، لأن أنا عارف إن ناس كتيرة جدا بتقعد تستنى هذا البرنامج وناس كتيرة جدا بتشوف هذا البرنامج، والحمد لله والشكر لله. كلامنا بيطلع الحمد لله دائما ما يكون الصدق هو طريقة هذا البرنامج، مش إسلام ولكن البرنامج بالكامل، مش البرنامج فقط ولكن كل اللي موجودين في قناة النادي الأهلي. النهاردة ذكرى ميلاد واحد من أساطير القلعة الحمراء وواحد من الرموز التاريخية للرياضة المصرية وواحد من أبطال الجيش المصري العظيم، الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، رمز عظيم اشتهر بعشقه للقلعة الحمراء، وكان له جملة شهيرة يرددها دائما وهي عظمة مصر موجودة في النادي الأهلي. الفريق مرتجي تولى رئاسة النادي الأهلي من سنة 1965 بتوصية من الرئيس جمال عبد الناصر، وتوفى في 5 نوفمبر 2013 عن عمر يناهز 97 عاما، تاركا إرث من الحب والاحترام ومسيرة طويلة من الإنجازات. تعالوا نطلع نشوف هذا التقرير عن الفريق مرتجي ومسيرة مليئة بالإنجازات على المستويين العسكري والإداري. عبر تاريخه العريق ومهما اختلفت الأزمنة والأشخاص، يبقى حب الأهلي هو المراد ورفعته هو الهدف الأسمى. عظمة الأهلي تكمن دائما في محبيه، رئيسا أو مدربا أو لاعبا. الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، أحد الرموز التاريخية للرياضة المصرية، واحد أبطال الجيش المصري العظيم. كان قائدا عسكريا يحمل كرامته فوق كتفيه، معتزا بنفسه بقدر اعتزازه برتبته العسكرية. هو الرئيس التاسع للقلعة الحمراء لفترتين. ولد الفريق أول عبد المحسن مرتجي في مثل هذا اليوم 5 مايو
عام 1916 بمحافظة الشرقية، تخرج من الكلية الحربية عام 1937، تولى قيادة القوات العربية في اليمن خلال الفترة من عام 1963 حتى 1965. حصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن في إبريل من عام 64، ثم تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى إلى اليمن عام 1966. اشتهر الفريق مرتجي بعشقه للقلعة الحمراء، وكان له جملة شهيرة يرددها دائما وهي: عظمة مصر موجودة في النادي الأهلي. تولى بعد تقاعده رئاسة النادي الأهلي في الستينيات والسبعينيات، واستلم المهمة لأول مرة بتكليف رسمي من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الفترة من 15 ديسمبر 1965 إلى 13 يوليو 1967 لوضع قلعة الجزيرة على الطريق الصحيح، ليلقب برجل الحرب وكرة القدم. عاد الفريق مرتجي مرة أخرى لرئاسة القلعة الحمراء، ولكن هذه المرة بالانتخاب في الفترة من 8 نوفمبر عام 1972 حتى 12 ديسمبر عام 1980. شهد معه النادي الأهلي طفرة مميزة على صعيد البطولات، حيث حصل الأهلي على بطولة الدوري العام في 5 مناسبات وبطولة كأس مصر في 3. ظل الفريق مرتجي يتردد على النادي حتى آخر أيام حياته قبل وفاته في 5 نوفمبر 2013 عن عمر يناهز 97 عاما، تاركا إرثا من الحب والاحترام ومسيرة طويلة من الإنجازات والنجاحات على المستويين العسكري والإداري، يقدره ويثمنه جمهور الأهلي في كل مكان. رحل جزء من التاريخ، لكن تبقى جزء آخر منه، وهو نجله المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، الذي يسير على نفس نهج والده في عشق النادي وخدمته من أي منصب، ليثبت أبنائه المخلصين دائما أن الأهلي فوق جميع أبنائه. وربما هذا المبدأ الأخلاقي الكبير هو أحد دعائم نجاحه الكبير في تحقيقه للبطولات والإنجازات. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلينا نطلع بقى نشوف تقرير عن اخر الاخبار على الساحه المحليه والعالميه، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن احمد صديق في ضيافه البيت الكبير. منح الجهاز الفني بقياده السويسري مارسيل كولر لاعبي المارد الاحمر راحه سلبيه اليوم من التدريبات، وذلك بعد الفوز بثلاثية على الجونة في الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز، على أن يستأنف تحضيراته لمواجهة الاتحاد السكندري يوم غد الاثنين. تصدر نجم القلعة الحمراء السابق حمدي فتحي براسم تتويج فريقه الحالي الوكرة بلقب كأس قطر بعد الفوز على الريان بهدف نظيف في المباراة النهائية. أصدر نادي طرابزون سبور التركي بيانا رسميا أكد فيه إصابة نجمنا الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه جناح الفريق خلال مشاركته في خسارة فريقه أمام سامسون سبور ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري التركي. تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ونشر الحساب الرسمي للنادي صورا للهولندي ماتياس ديلخت خلال مشاركته في التدريبات الجماعية لأول مرة عقب تعافيه من الإصابة. رسخ فريق تشيلسي عقدته للمدرب الإسكتلندي ديفيد مويس بعدما اكتسح فريق ويستهام بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبحسب شبكة سكواكا للإحصائيات، فإن مباراة اليوم للنسيان بالنسبة لمدرب الهامرز بعدما واصل فشله المعتاد أمام البلوز، حيث فشل مويس في قيادة الفريق الذي دربه لمواجهة تشيلسي في ملعبه 19 مرة في البريمير ليج، واستعصى ملعب ستانفورد بريدج على مويس الذي مني بالخسارة داخله في 12 مباراة إلى جانب تعادله في 7 مناسبات. كتب النجم البرازيلي فينسيوس جونيور فصلا جديدا في قصة نجاحه
صحبة فريق ريال مدريد الذي توج معه بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم، وبات هذا اللقب الثالث الذي يحققه مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني. ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن جونيور تمكن من حصد لقب الليغا أكثر من كريستيانو رونالدو الذي يصنف بأنه أفضل لاعب في تاريخ النادي، بينما لم يحصد مع الفريق سوى لقبين اثنين ببطولة الدوري الإسباني عامي 2012 و2017، رغم أنه أمضى 9 مواسم من مسيرته لاعبا في ريال مدريد. سيطر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى على عناوين الأخبار في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز فريقه إنتر ميامي 6-2 على نيويورك ريد بولز ليضمن لفريقه موقعه على قمة القسم الشرقي برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، وبفضل أدائه الخارق الذي حطم به الأرقام القياسية. توج فريق بي اس في ايندهوفن رسميا بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم للمرة 25 في تاريخه قبل 3 جولات على نهاية المسابقة المحلية بفوز على ضيفه سبارتا روتردام ب4 أهداف لهدفين في الجولة 32 من المسابقة، ويعتبر هذا هو اللقب الأول لأيندهوفن منذ عام 2018. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن احمد صديق. ازيك يا ابو حميد؟ والحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا كابتن اسلام. الحمد لله كابتن، كله بخير الحمد لله. رحله جيده في العراق الحمد لله. صح؟ اه الحمد لله. عملتوا مع كابتن حسام نتائج جيده ولسه راجعين اعتقد من شهر. اقل من شهر كده. اه الحمد لله كابتن. طبعا يعني كانت الحمد لله رحله موفقه جدا. حسام البدري طبعا. طبعا مع حسام البدري طبعا، والحمد لله يمكن دي تاني مهمه ليا مع كابتن بعد الجزائر، وشرف كبير ليا طبعا اتعامل مع اسم كبير زي كابتن حسام، وخصوصا كمان الكابتن بيبقى عشان اسمه الكبير ده فما بيروحش غير الاماكن الكبيره، فدي بتبقى ميزه ليك يعني، ما بيروحش غير انديه كبيره. كنا موجودين في نادي الزوراء وده يمكن النادي رقم واحد هناك جماهيريا وحتى تحقيقا للبطولات هو رقم واحد. الحمد لله ادينا بشكل كويس، قعدنا فتره طويله كنا بنلعب بطوله اسيا وبعد كده الدوري، ولكن بعد كده جه في النهايه الكابتن ظروف كده والامور برضه ما مشيتش زي ما الكابتن كان حابب او زي ما كنا متوقعين. يمكن الكابتن ما حس او احنا كلنا كجهاز حسينا في النهايه ان الامور مش هتساعدنا ان احنا نلعب على بطوله او نحقق بطوله يعني. فبناء على كده الكابتن اعتذر مؤخرا، والناس كانت متمسكه بينا جدا 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 يعني، حتى اداره وجماهيريا يعني كانوا متمسكين بينا لاخر لحظه يعني. ولكن الكابتن حاسس ان ده الوقت المناسب لكده يعني، مع ان زي ما بقول لك الكابتن مع اسمه كبير مع النادي الزوراء اسم كبير وجماهيريه كبيره جدا، فكان يبقى صعب ان احنا لقينا صعب نحقق بطوله. فالكابتن اعتذر عشان كده، لكن بالعكس الاداء كان كويس جدا والنتائج كانت كويسه جدا بالنسبه لنا. يمكن حصلت بعض الامور كده اثرت علينا شويه، يمكن كنا رايحين، يمكن احنا لما اشتغلنا على الفرقه قبل ما نروح كان في لعيبه موجوده مهمه جدا، لما رحنا في بدايه الموسم اللعيبه دي مشيت فاثرت بشكل كبير جدا. لكن طبعا كل الشكر لمجلس اداره والجماهير النادي الزوراء العراقي، لانهم الناس اتعاملوا معانا بشكل محترم جدا 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 وكلهم ناس محترمه جدا يعني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. احمد يعني مسيره طويله مع النادي الاهلي. الحمد لله. بس الاول بنشكركم طبعا يا كابتن على المقدمه الجميله دي، ويا رب انه عند حسن ظنكم وحسن ظن الناس جميعا يعني. فبشكركم وبشكر محمود يعني على مسيره جيده وعدد كبير من البطولات في 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 وقت قصير. والله طبعا الحمد لله يعني، ده فضل ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى ان الواحد اتواجد في جيل كبير وجيل كان مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي طبعا، وكان شرف لينا ان موجودين معاك يا كابتن، وجيل كله جيل عظيم يعني بما فيهم مجلس اداره جهاز فني لعيبه في حوالي ال4-5 سنوات دول، كان حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا. الحمد لله يمكن 18 بطوله في حوالي 5 سنين أو 6 سنوات، ده شيء الواحد يعني بيفخر بيه الحمد لله. وخلينا نتكلم بصراحه يا كابتن، يمكن هو ده اللي معايش الواحد دلوقتي في الشارع، سواء في شغلي سواء في تحركاتي في بيتي في كل حاجه. الاسم الكبير اللي النادي الاهلي ادهوني ما اقدرش اقول لا يعني، الاسم الكبير اللي النادي ادهوني فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى عليا ان الواحد ينتمي للنادي الاهلي زي ما انت بتقول بجيل كبير وجيل كان مهم جدا جدا في تاريخ النادي الحمد لله يعني. كل اجيال النادي الاهلي الحقيقه هي اجيال رائعه وجميله، ولكن تظل دائما هذه الاجيال بتسلم بعض وبتعلم بعض بالمناسبه.
مباراه الاهلي ومازيمبي، ثم الفوز هنا، التعادل هناك، ثم الفوز هنا في نتيجه جيده 3-0 باداء جيد على الاقل في النص ساعه الاخيره من عمر المباراه، الوصول للمباراه النهائيه، ثم اربع مباريات انتهى منهم مباراتين بسته نقاط ويتبقى مباراتين بسته نقاط اخرى. شايف الوضع ده كله ازاي؟ شايف ان الامور ماشيه بالشكل الطبيعي الحمد لله. يعني اكيد ده هدف مهم جدا، بطوله افريقيا زي كل موسم وزي كل سنه بيبقى رقم واحد بطوله افريقيا، وبتيجي بعد كده البطولات دوري كاس، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. يمكن زي ما حضرتك بتتكلم ان طبعا وصلنا لمرحله مهمه جدا جدا في بطوله افريقيا، وانا شايف البطوله كانت صعبه زي كل البطولات، انا مش شايف ان في بطوله سهله ابدا. وفريق مازيمبي من الفرق الكبيره جدا، انك تقدر تعمل نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا انك تتعادل بره وتيجي تكسب 3-0 نتيجه كبيره جدا جدا على فريق كبير زي مازيمبي. يمكن بيتهيألي مازيمبي ما خسرش بالنتيجه دي كتير، يعني مع يعني لحد استرجع الامور كده من اقوى خطوط الدفاع ومن اقوى خطوط الهجوم، فانك تكسبه 3-0 في قبل نهائي بطوله افريقيا، فدي نتيجه ايجابيه بتدي ثقه كبيره جدا. وده النادي الاهلي الاهم من ده كله يا كابتن، الروح اللي موجود فيها الفرقه. يمكن انا لما اشتغلت مع مستر كولر فتره المعايشه، ويمكن ده بقوله من قبل ما اشتغل معاه، ان الراجل عنده ايجابيات مهمه جدا جدا جدا، اهمهم من وجهه نظري يا كابتن الروتيشن اللي بيتعمل. الروتيشن ده يا كابتن مخلي الفرقه انك كل الماتشات ما عندكش مشكله. النهارده 4-5 بيدخلوا، المباراه اللي بعدها 4-5 غيرهم بيدخلوا، مع كميه الاصابات اللي موجوده، ودي اللي كانت بتاثر على النادي الاهلي بشكل كبير جدا يا كابتن اسلام. ان مع الاصابات الكبيره كان الفرقه بتتاثر، لكن مع الروتيشن اللي مستر كولر بيعمله باستمرار فمبقاش عندك المشكله الموجوده دي. مع برضو خلينا الامانه نقول ان الحمد لله برضو ان السكواد بتاع النادي الاهلي بشكل كبير جدا حاجه ما اتواجدتش قبل كده كتير. يمكن الامانه اتواجدت في جيلنا احنا، جيلنا احنا ان كنت بتلاقي متعب بيلعب وفلافيو قاعد احتياطي، وتلاقي اسامه حسني، بتلاقي بلال، بتلاقي وائل جمعه وشادي واحمد السيد، فبتلاقي في كل خط 3-4 لعيبه اي حد فيهم يلعب ما عندكش مشكله. ده اللي موجود دلوقتي، يعني ده اللي موجود في السنوات السنتين ثلاثه اللي فاتوا. فعشان كده بتلاقي الحمد لله يمكن الموسم اللي فات تقريبا خمس بطولات من خمسه، صح كده؟ يمكن ده ما حصلش غير في مع مستر مانويل في جيلنا برضو. دي كلها اسباب مهمه جدا، السكواد اللي موجود، اللعيبه كلها كل واحد عايز يشارك، وكل الناس اللي بتشارك مع الروتيشن اللي بيتعمل باستمرار مخلي اللعيبه كلها بنفس المستوى، ما عندكش مشكله خالص، ده بيلعب ده احتياطي. كل دي ايجابيات وصلتك النهارده بتلعب بطوله نهائي افريقيا، بتخليك واخد بطوله كاس قريب، تاخد سوبر، بتلعب على كل البطولات. مع طبعا الحاجه المهمه جدا جدا والاساس في كل البطولات جمهور النادي الاهلي اللي بتشوفه داعم في كل الاوقات، في كل الاوقات. يمكن انت لما تعثرت مباراه او اتنين في الدوري لو فرقه تانية او لو جمهور تاني هتلاقي، لكن مع ذلك بتلاقي الدعم موجود في بطوله افريقيا، فبسرعه اللعيبه بتلم نفسها، بسرعه بتكسب مازيمبي 3-0 على ملعبك، هتلعب نهائي. حتى في الدوري لما بدات ترجع مكسب مع فرقه كبيره زي النادي الاسماعيلي، وبعد كده الجونه بنتيجه كبيره برضو باداء كويس الشوط الثاني 3-0، فكل دي اجابات موجوده. نتمنى ان شاء الله تحقيق بطوله افريقيا عشان يبقى ان شاء الله يبقى انت بتختم الامور كلها بشكل ايجابي كويس جدا. اهم ما يميز المدير الفني مارسيل كولر زي ما انت قلت دايما الروتيشن. الروتيشن اللي هو بيعمله دلوقتي في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين الحمد لله بعوده عدد كبير من الاصابات، باستثناء يعني زي ما انا قلت لحضراتكم ان الاثنين المصابين الوحيدين اللي موجودين في النادي الاهلي حاليا هم احمد عبد القادر ومحمد الشناوي، ولكن بقيه اللاعبين متاحين. لو انت مكان مارسيل كولر هتفضل تمشي الروتيشن ده لغايه الماتش الرابع، خصوصا ان انت عندك بعد الماتش الرابع اسبوع للمباراه اللي بعد كده. ما هي الميزه، هي مباراه النهائي. الميزه يا كابتن اسلام في مستر كولر ان بيعمل روتيشن وهو مش مجبر عليه. في فرق كبير جدا في ان انت بتعمل روتيشن وانت مجبر بالاصابات او مجبر بالغيابات، لكن بالعكس هو بتبقى اللعيبه كلها اللعيبه كلها متاحه، ومع ذلك هو بيعمل روتيشن. فده اللي بينجح الموضوع ده يا كابتن، لان لما اجي اعمل روتيشن وانا مجبر، لا، في فرق كبير جدا جدا ان كل اللعيبه عندك جاهزه وبتعمل روتيشن كل مباراه حتى وانت مش محتاجه. فده بيخلي اللعيبه، بص يا كابتن اسلام، من عشان لما دخل في المجال ده وانا لعيب او احنا لعيبه كنت بتقعد احتياطي وبتزعل قوي حتى لو انت، برافو عليك. لكن انا كنت لسه بقوله، اصل يعني معلش انا اسف ان انا قطعتك، ولكن من ضمن الحاجات اللي بتتقال ان كريستو عامل مشاكل، قفشه عامل مشاكل. طب انا على فكره لو ما عملوش مشاكل ما يعني مش هيبقى لعيب كوره، مش هيبقى لعيبه كوره. مش مشاكل بمعنى المشاكل، احنا عندنا المشاكل اللي بتحصل داخل النادي الاهلي، بتخسر، زعلان، متضايق. لو ما زعلش ولا اتضايق مش هيبقى لعيب كوره، مفيش كوره، مش لعيب كوره يا كابتن اسلام. عايز كان بيحصل في العراق، لعيبه العراق صح، كل مكان كان بيحصل في الجزائر لما كنتوا ماسكين، كان بيحصل في اماكن العالم، كل الفرقه يا كابتن. هي الفكره فيها يا كابتن، انت لما بتدخل في المجال اكتر وانت لعيب بتبص لنفسك بس،
لكن وانت مدرب بتبص ل 30 لعيب غيرك، بتبص لاسم النادي، بتبص مجلس الاداره، بتبص الجمهور، فما بتفكرش في لعيب بس وما بتفكرش في، بتفكر في كل المنظومه دي. لكن كل لعيب فينا بيبص لنفسه بس، انا عايز العب، عايز ارفع الاوفر صح وخلاص. انا هو ده اللي شكل، لكن عكس المدير الفني ده عنده 30 لعيب بيبص لل 30 لعيب، 70 80 الاهلي يعني، عنده 70 80 مليون اهلاوي على دماغه. بالظبط كده، بالظبط كده. فكل ده لا، انت كمدير فني بتفكر في كل الحاجات دي. فلما بتيجي تاخد قرار العب مين النهارده، او ببص للمباراه، انا عندي مباراه كل 3 ايام مباراه، فبترتب امورك، ما بتبصش للمباراه الواحده، عندي الشهر ده 5 مباريات او 6 مباريات، فتلقائيا بترتب اللعيبه وبترتب امورك كلها في ال 25 او 30 لعيب اللي موجودين. انا خلاص ده عارف ان انا المباراه دي هدي 3 4 لعيبه جداد، المباراه اللي بعدها دخل 3 4. فعشان كده الروتيشن اللي بيعمله مثلا كولر من السنه اللي فاتت هو ناجح، لان تاني وتالت بيعملوه هو مش مجبر عليه، بيعمله عشان دي عدم الاجبار ده شيء مهم جدا طبعا. وبعدين يا كابتن معلش هتبص لكل فرق العالم الكبيره دلوقتي كله بيعمل كده دلوقتي، سيتي والريال وبرشلونه والفرق اللي بتلعب في اكتر من بطوله وعندها منافسات كتير جدا بتعمل روتيشن ايجابي. فبالعكس اللعيبه اللي بتزعل حقها انها تزعل، لكن في زعل صحي وزعل ايجابي وزعل سلبي. الزعل الصحي ده ان انا بالعكس اتمرن كويس، وبعدين مع احترامي كل الناس يعني انا مش عايزين نقول اسماء، نيدفيد كان بعيد لاصابات، لما رجع وبيلعب بيأدي بشكل كويس قوي، مؤخرا محمود متولي لاصابات، عبد القادر ده مثل والناس كانت بتحكي حكايات. قفشه حتى لو قفشه دلوقتي قفشه بيجي عليه وقت الاول ما كان بعيد وكان بيلعب، فدي حتى قفشه نفسه صحيح كل ده. وبعدين لما لعب وبقى كويس راح منتخب، واللعيبه المهمه جدا جدا في الفرقه جدا. حتى شوبير دلوقتي ما شاء الله، مصطفى شوبير لما كان موجود عشان الشناوي كان بيلعب باستمرار، لما حصل وجات الفرصه بيأدي بشكل كويس قوي وبقى رقم واحد ومنتخب مصر. فكل ده كل دي ايجابيات موجوده. الفرقه كبيره يا كابتن اسلام، لازم يبقى كل اللعيبه على نفس المستوى، ولازم كل اللعيبه انك جاهز في اي وقت تلعب فيه. وانت شايف انت شايف ان ده متحقق في النادي الاهلي حاليا بشكل كبير جدا جدا. عشان كده انا شايف ان النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا ورقم واحد في الدوري المصري، عشان الروتيشن اللي موجود، وعشان نقدر ان الراجل المدير الفني بيقدر يستخدم كل لعيب في الوقت المناسب من وجهه نظره. ايه الفرق بين الدوري المصري يا احمد والدوريات العربيه؟ انت لعبت في الدوري الجزائري شويه ومسكت يعني في الدوري الجزائري مده، ثم في الدوري العراقي مده، ايه الفارق من وجهه نظرك؟ كواليتي اللعيبه للامانه، احنا عندنا هنا كواليتي اللعيبه يا كابتن اسلام مختلف مع احترامي الكامل. افضل ولا اقل؟ انا شايفه افضل فنيا. الدوري المصري انا شايفه افضل. افضل من الجزائري والعراقي؟ لو هنتكلم بامانه يا كابتن، احنا ما ينقصنا، وده اللي انا بقوله لما كان حتى ناس كتيره بتطرح مشكله ان احنا ما عندناش راس حربه، انا كان وجهه نظري بقول ان عدم وجود الجمهور هو سبب رئيسي في عدم وجود راس حربه مميز. اشمعنى؟ كابتن اسلام انت لعيب كوره، لما بتلعب قدام جمهور لا طبعا، غير لو انت حتى فنيا التمرينه نفسها، لو انت حتى فنيا 60 70% مع الجمهور في مباريات بتروح حته ثانيه، بتروح حته ثانيه. لو انت شخصيتك قويه يعني طبعا طبعا. فانا بقول ان ده مؤثر بشكل كبير جدا. وجهه نظري في الدوري الجزائري والدوري العراقي لا، حاجتين مهمين جدا. لما انا ببقى سعيد جدا الملاعب والجمهور، ملاعب على اعلى مستوى هناك الحمد لله بره وبالذات الامانه في الدوري العراقي. وتاني حاجه الجمهور موجودين دائما في كل ماتشات. الجمهور يا كابتن كل يعني شبه ان مثلا 80% من الفرق الملاعب كلها الاستاد متقفل في كل الماتشات. ياه والله العظيم كل الماتشات متقفل معنى كلمه متقفل. استادات كبيره يعني ولا صغيره؟ استادات كبيره يا كابتن. اوكي استادات كبيره، وتلاقي الجمهور والامانه التشجيع. فنتمنى ده اللي يبقى موجود. عشان كده يا كابتن اسلام لما بتشوف النادي الاهلي في المباريات المهمه لما يبقى الملعب 40,000 50,000 طبعا ماتش مازيمبي، وبتلاقي الاداء يا كابتن مختلف، بتلاقي اداء اللعيبه كابتن اسلام. الجمهور ده رقم واحد حقيقي، حتى لينا احنا كجهاز يعني، حتى انت كمدير فني لما بتشوف الجمهور ودعم الجمهور انت نفسك بيجي لك شغف ان انت لا عندك تفكيرك بيتغير حتى هجوميا، تفكيرك بيتغير دفاعيا. والله والله طبعا تأثر فيك طبعا طبعا. بس طبعا كل حاجه بحسابات يعني، مش فكره ان انا الجمهور فلا طبعا، كل حاجه بحسابات، لكن الجمهور ده رقم واحد. فنتمنى ان شاء الله يبقى موجود في الدوري المصري، لان ده لو اتوجد بشكل كبير جدا مع الكواليتي اللي موجود عندنا بتاع اللعيبه لا هنبقى في حته ثانيه خالص يا كابتن اسلام. ابرز الامور اللي استفدتها خلال وجودك سواء في الدوري الجزائري او الدوري العراقي كمدرب طبعا. وبعدين انت بتشتغل مع اسم كبير جدا طبعا، كابتن حسام البدري، واحد من الاسماء الكبيره جدا. من الحاجات المهمه جدا واللي بجد فرقت في حياتي، وده بقوله بكل باستمرار، ان انا حتى لما بدات مع ناس فرقت معايا كتير جدا، حتى بما فيهم قطاع الناشئين في النادي الاهلي. يعني بشكر كابتن خالد ديبو، وكل مره بقول نفس الكلام، لانه حتى لما حطني مع مدرب كبير في قطاع الناشئين زي الكابتن سيد غريب،
للامانه فرق معايا كتير جدا جدا جدا. بعد كده مرارا ان انا اشتغلت لوحدي مدير فني، بعد كده مع الكابتن تامر مصطفى. كل دي يا كابتن انا بحمد ربنا ان دي خطوات انا خدتها بسرعه للامانه، يعني هو بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ان انا رحت للخطوات دي بسرعه. بعد كده طبعا مع اسم كبير بقى زي كابتن حسام، النقله بالنسبه لي نقله مختلفه تماما، وانك بتشتغل مع اسم كبير في انديه كبيره، يعني وفاق سطيف من الانديه الكبيره جدا في نادي في الجزائر، بعد كده النادي الزهراء العراقي من الانديه الكبيره جدا في العراق. فكل دي حاجات ساعدتني ان الواحد حتى خبرات تاخدها بسرعه وبتشوف نماذج مختلفه. يمكن في الجزائر فنيا عندهم لعيبه مهمه كويسه جدا جدا، ويمكن قندوسي احنا اشتغلنا معاه، ودي من الحاجات الواحد سعيد بيها ان قندوسي كان معانا في فاق سطيف قبل ما يجي النادي الاهلي هنا، ولما اتسالنا او لما ترشح قلنا انه فنيا لعيب مهم جدا جدا، وحتى هو الموسم ده ماشي بشكل كويس قوي قوي في نادي سيراميكا. عندهم بيتميزوا الدوري العراقي الجزائري، عندهم الروح عاليه جدا جدا، الروح والمعدل البدني يعني بتلاحظه بشكل كبير جدا جدا. نعم جدا. نعم. الدوري العراقي من وجهه نظري عنده فنيات عاليه جدا، لكن التوقف اللي حصل مع الحروب اللي حصلت بالنسبه لهم اثرت عليهم بشكل كبير جدا. الدوري العراقي طبعا اثرت عليهم بشكل كبير جدا. يمكن هم دلوقتي بيتعافوا حتى كمنتخبات، المنتخب الاول ماشي بشكل كويس شويه شويه، منتخب الاولمبي تقريبا صعد اولمبياد برضو تقريبا الاسبوع ده، بداوا يدخلوا في المراحل الطبيعيه لان هم فنيا كويسين جدا. كان ينقصهم تنظيميا شويه، لان اللي احنا طبعا عشناه معاهم ان طبعا فتره التوقف دي يا كابتن ولا كان في دوري ولا كان في تمرين ولا حاجه خالص، فاثرت عليهم بشكل كبير جدا. لكن انا شايف انه مستقبلا مع الدعم اللي موجود من اتحاد الكوره والحكومه اللي موجوده، مع الدعم اللي موجود جماهيريا والملاعب والبنيه التحتيه اللي شايفها بتتطور بشكل كبير جدا، ان الدوري العراقي برضه هيروح في حته ثانيه كويسه قوي. تعاملت مع مستر مانويل، تعاملت مع حسام البدري، تعاملت مع عدد كبير من الاسماء الكبيره في عالم التدريب في كره القدم من وجهه، وتعاملت حتى مع كولر لمده اسبوع 10 ايام. الفرق ما بين كولر وما بين اي من هؤلاء ايه؟ بص يا كابتن اسلام، او اهم ما يميز كولر، خلينا عشان ما نحرجش. يعني مستر مانويل ده طبعا من وجهه نظري برضه انه في حته ثانيه خالص خالص يعني. وكل مدير فني عنده حاجه بيتميز بيها او عنده ايجابيات. انت كلاعب او كمدرب او الخبرات اللي بتاخدها ان انت بتحاول تاخد افضل حاجه عند كل حد. يمكن مستر مانويل من الحاجات اللي كانت بتعجبني فيه وانا بلعب انه كان بيحب الجمهور جدا، او كان معنى صح عشان اللفظ يتقال صح، كان بيبقى مهم جدا جدا بالنسبه له انه يسعد الجمهور قوي قوي. يمكن كوقت حضرتك عارف الكلام ده، انه كان بيجي عليه احنا كلعيبه خاطر الجمهور، تقول لك بص الجمهور ده تعبان ازاي وجاي وراك ازاي وعايز يبقى مبسوط ازاي، واحنا كلعيبه او كاسم النادي الاهلي عدد جمهور كبير جدا جدا جدا، فازاي تسعده. فدي كانت من الاجابات اللي موجوده. كابتن حسام، كابتن حسام شخصيته في التعامل حاجه محترمه بجد، في التعامل معك كلعيب طبعا او معك كجهاز. كابتن حسام من وجهه نظري من الحاجات اللي بتميزه قوي بيهتم بالتفاصيل الصغيره قوي يا كابتن حسام. ما عندوش النهارده ان انا هلعب فرقه صغيره فما اهتمش، فما بالعكس كابتن حسام احنا مثلا الاسبوع الجاي عندنا مباراه ممكن يتفرج على 7-8 مباريات للفرقه اللي هنلعبها، انت متخيل الكم لوحده، وبعد كده نتفرج احنا كجهاز، بيهتم بكل التفاصيل يا كابتن اسلام. فده انا شايفه من اسباب نجاح الكابتن في الفترات اللي اشتغل فيها كمدير فني، انه بيهتم بكل حاجه، ما بيسيبش حاجه للظروف، بيحب يشتغل بنفسه. يعني بيبقى نادر جدا لما كابتن انت خلاص انا ممكن اعمل التمرين ده، لا لازم هو حاطط ايده في كل حاجه ومتواجد معانا في كل حاجه، ودي من اسباب النجاح بشكل كبير جدا 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 في كابتن حسام. ما بيسيبش حاجه للظروف خالص. كولر وجهه نظري انا قلت حاجتين، وده يمكن اللي شجعني ان انا اطلب ان انا اعمل معاه فتره المعايشه، الروتيشن اللي كان بيعمله، وتاني حاجه الخطه اللي كان بيلعب بيها او الطريقه اللي كانت من وجهه يعني 4-3-3 اللي احنا كنا على طول بنشوفها صعب الفرق الكبيره او الفرق الجماهيريه او الفرق اللي عايزه هجوميا تشتغل بشكل كبير جدا، كانت بنقول صعب تلعب 4-3-3. الراجل ده مجرد ما جاء كابتن اسلام واللي شفنا 4-3-3 حتى في وجود حمدي فتحي وديانج، دي من الحاجات اللي شدتني قوي الطريقه اللي بيلعب بيها 4-3-3. كلنا متعودين 4-3-3 دي بنسبه كبيره يعني ممكن نقول دفاعيا اكتر من هجوميا، صحيح، لكن ان الراجل بيشتغل بيها هجوميا والاثنين اللي في قلب الملعب الاثنين 8 يشتغلوا هجوميا بالشكل ده، كان وقتها حمدي فتحي وديانج ودلوقتي امام عاشور وحتى قفشه بقى بيلعب 8 وبيأدي بشكل كويس قوي مع السوليه مع 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 كل نزي، فدي من الحاجات اللي بتميزه كتير جدا مع روتيشن تاني وتالت اللي مش بيعمله هو مجبر، وفارق مع الفرقه بشكل كبير قوي يا كابتن اسلام. مستوى الاهلي مع كولر شفته تغير في السنتين او في السنه ونص اللي فاتوا ازاي؟
الشغف اللي موجود عند كل اللعيبه دي حاجه مهمه جدا جدا، ان كل اللعيبه عايزه تلعب، وان كل اي حد يا كابتن اسلام، ومش بقول كده عشان احنا بننتمي للنادي الاهلي، وحتى لو قلت كده عشان احنا بننتمي للنادي الاهلي فده طبيعي جدا، لكن دلوقتي صدقني انا بتكلم فنيا. من اكبر النجاحات اللي ممكن تحققها كمدير فني انك تقدر تحافظ على ان ال 25 لعيب ما حدش فيهم يعرف اساسي ومين احتياطي، وده اللي موجود. وهو ده موجود، برافو عليك. ده اللي موجود. يعني دي من اكتر الحاجات اللي من وجهه نظري منجحه فرقه النادي الاهلي دلوقتي، ان ال 25 او 30 لعيب اللي موجود كلهم اساسيين. فانت لو بصيت لكل الماتشات يا كابتن اسلام ما فيش فرق فنيا خالص، ما فيش اختلاف فنيا في كل المباريات. قفشه بيلعب زي السوليه بيلعب، زي كوكا بيلعب، زي امام عاشور بيلعب، حسين زي رضا. ده ما يحطش ضغط على اللاعبين؟ طبعا. بص، ما هي المنافسه يا كابتن اسلام، انت عشان تعمل حاله كويسه في ده اللي مطلوب. ما بقول لك يا كابتن اسلام، انت عشان تعمل حاله كويسه للفرقه لازم حاجتين مهمين جدا، التمرين زي المباراه. وده مش هيحصل ان التمرين يبقى رتمه زي المباراه الا بان ال 25 او 30 لعيب الموجودين محدش فيهم عارف مين اساسي ومين احتياطي. صح. عندنا مباراه بكره محدش فينا مين من 25 30 مين عارف مين اللي هيلعب. دي من اكتر الحاجات اللي بتنجح المدير الفني وبتنجح الفرقه، ان كل الناس انا بكره مش عارف العب ولا لا، بالعكس انا لعبت النهارده ما اعرفش المباراه اللي جايه هلعب ولا لا. فدي بتخليك تحافظ على مستواك، بتخليك تقاتل لاخر لحظه، بتخليك تقاتل في التمرين وفي المباريات عشان تقدر تحافظ على مكانك يعني. طيب، في ظل اللي بيحصل واللي احنا شايفينه خلال هذه الفتره مع النادي الاهلي، وفي ظل ضغطة المباريات المحليه على الاقل، الراجل بيعمل الروتيشن، ولكن يعني احنا بنشوف ان هو محافظ على واحد زي علي معلول، محافظ على واحد زي محمد عبد المنعم، محافظ على وسام ابو علي. خط الظهر كمان يا كابتن بشكل كبير جدا. بص يا كابتن، برضه حتى فنيا بشكل كبير قوي، ان خط الظهر بيبقى صعب جدا تغير فيه. يعني صعب. بس هل ده مش هيؤدي الى ما هو انت بتغير في كل حته تانية، لكن تمام. في أربعة خمسة موجودين، الأربعة خمسة دول انت انا بقول لك وجهات نظر المختلفة عشان انت ترد عليه. تمام. تقول لك ايه؟ طب ما تريح، ريح معلول، ريح عم منعم، ريح فلان. اوقات بيحصل بس تبقى اوقات قليلة شوية، لأن خط الظهر بيبقى صعب جدا التغيير فيه. اوكي. ده يعني لازم تغير فيه يعني بس هو حط مثلا متولي أدى بشكل كويس قوي. وخلينا برضو نتفق ان حتى كان في عمر كمال كان في فترات يا كابتن هو كان مجبر على خط الظهر مع الإصابات اللي كانت. اوكي، هو مش مجبر دلوقتي. دلوقتي مش مجبر، فمش هيبقى فيه مشكلة. عشان كده المباراة اللي فاتت لقيت متولي موجود وأدى بشكل كويس قوي. عمر كمال. وعمر كمال بقى موجود مع هاني، وعمر كمال حتى وقت ما كان بيشارك باك ليفت ما كانش عنده مشكلة. صحيح. فما عندكش مشكلة. بص تاني وتالت. لا بس انا عارف انت ما عندكش مشكله، ولكن هنا الناس تسال الاهلاويه يقول لك ايه؟ طب ما هو انت كده علي واحد زي علي معلول ده ما ضغط جامد جدا، محمد عبد المنعم طب ما هيلعب الماتش الاتحاد وبعد الماتش البلديه، فبالتالي انت كده وارد تلاقي تغيير في بالنسبه لعلي، وارد تلاقي في عبد المنعم، وارد. لكن بص يا كابتن اسلام برضه في اماكن في الملعب، مش بتكلم على علي، بتكلم بشكل عام، في اماكن في الملعب ممكن يبقى ما بقاش المجهود فيها عالي قوي، انك ما بتاديش فيها، وخصوصا خط الظهر يعني. خصوصا يمكن بنسبه كبيره خط الظهر الاهلي اكبر استحواذا، قليل قوي لما بيروح عليها هجمات كتيره، فممكن يبقى المعدل البدني بتاع خط الظهر بتاع النادي الاهلي مش كبير. واكيد طبعا في محلل اداء موجود، في المدرب الاحمال موجود، فبرضه بيقدر يحدد مين اللي محتاج راحه اكتر. صحيح. ممكن يكون علي محافظ على نفسه بشكل كويس قوي، فكل دي. وعلي كمان يعني الامانه الواحد سعيد بعلي معلول جدا جدا انه بينتمي للنادي الاهلي، وسعيد اكتر لما شفت شرط الكابتن، ودي بتبقى بالنوادر اللي موجوده. حقيقي. ان يبقى لعيب اجنبي يلبس شاره كبيره زي عليها شعار زي النادي الاهلي، لكن علي يستحق كده الامانه يعني. بالفعل. يعني انا سعيد بده جدا جدا جدا. كلنا سعداء بعلي معلول. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن هذا النجم الكبير اللي يستحق كل التحيه وكل التقدير، واحد من كباتن النادي الاهلي كابتن علي معلول. يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي، تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق. أكن للنادي الأهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام، وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معا داخل نادي القرن. هذا ما علق عليه نجمنا علي معلول بعد ارتدائه شارة الكابتن في المباراة أمام الجونة، وتحقيق الفوز بثلاثية ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز. فيما نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صور لمعلول وهو يرتدي شارة الكابتن، وعلقت عليها لحظة للذكرى لعلي معلول.
أصبح معلول أول لاعب أجنبي يرتدي شارة قيادة الأهلي في الألفية الجديدة، وثالث لاعب أجنبي منذ بداية الألفية يرتدي شارة القيادة في الدوري المصري. وكان تقليد علي معلول شارة قيادة الأهلي مطلبا جماهيريا تكليلا للمجهود الكبير الذي يبذله الدولي التونسي منذ الانضمام للفريق الأحمر عام 2016، التي وجهت التحية له بعد ارتداء شارة القيادة، حيث يعد أحد أبرز اللاعبين المخلصين للقلعة الحمراء الذي لم يتوانى عن تقديم كل ما لديه من أجل تحقيق الانتصارات. أصبح علي معلول لاعب الأهلي ثالث لاعب أجنبي يرتدي شارة القيادة مع الفريق الأحمر في تاريخه منذ نشأة النادي عام 1907، وسبق وارتدى الثنائي الفلسطيني مروان كنفاني والسوداني عبد المنعم شطة. سلطت الصحف التونسية الضوء على ارتداء نجم منتخب نسور قرطاج علي معلول الظهير الأيسر للأهلي شارة قيادة الفريق الأحمر، حيث علقت صحيفة الشروق التونسية: علي معلول ينال شرف ارتداء شارة قيادة الأهلي المصري، إنها لحظات عظيمة في تاريخ التونسي. فيما عنونت صحيفة الحرية: علي معلول أول لاعب أجنبي ارتدى شارة قيادة النادي الأهلي. طبعا عايز اسالك عن اداء الظهير الايمن محمد هاني، عمر كمال، اكرم توفيق قبل ما يعود لنص الملعب مره اخرى، كريم فؤاد قبل ما يطلع للجناح، كلهم اسماء كبيره جدا وعاملين شغل رائع، ولكن محمد هاني هو دائما بيلعب في هذا المكان. كلهم لعيبه مهمه جدا في المركز ده، كلهم من افضل باكات طريات اللي موجوده في الدوري المصري بشكل عام. لكن خلينا اتفق ان هاني مؤخرا بادئ بشكل كويس قوي قوي، مستواه بقى في ثبات ملحوظ للامانه. انا شايف انه تطور مع مستر كولر بشكل كبير قوي قوي للامانه. حتى عمر لما بيشارك برضه بيادي بشكل كويس قوي، لان عمر عنده النواحي الهجوميه كمان مميزه جدا جدا، فما بقاش عندنا مشكله في المكان ده الحمد لله. يعني انا شايف ان بكره ما بقاش عندنا مشكله فيه، لان هاني يعني ثقته في نفسه زادت بشكل كبير يا كابتن، ودي اللي كانت ناقصاه. ليه يعني في بعض الاوقات انا بحس ان هاني من 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 اللاعبين المظلومين على السوشيال ميديا او اعلاميا يعني. بس خلينا نطلع يعني لما بيعمل ماتش وحش، وده طبيعي بيحصل، بياخد يعني الناس يعني بتنتقده بشكل، انا بشوف كده بشكل كبير. لا لا، ودي حقيقة، لما بيبقى كويس حتى يقول لك ده كويس، بس لا ادوا له حق. دي حقيقة. لا بس خلينا نتفق برضه انه مؤخرا بدا ياخد جزء كبير من حقه. اوكي. حتى تواجده في المنتخب واللي بيأدي بشكل كويس جدا في المباراتين مؤخرا مع الجهاز اللي كابتن حسام حسن بدا يأدي فيهم بشكل كويس قوي. انا بدا ان الناس لا يعني بص يا كابتن، خلينا نتكلم ان في الاول والاخر انت ليك الملعب. صح. الاعلام والسوشيال ميديا بيبقى في ناس ليها توجهات وفي ناس بوجهات نظر، خلينا نقول وجهات نظر، فاحنا ولا ده ولا ده. انت واحد بيلعب في النادي الاهلي، وكابتن شبه دلوقتي كابتن من كباتن النادي الاهلي، وباك رايت اساسي منتخب مصر، انت عايز ايه تاني؟ يعني معلش، مش معقول ان جهاز مدير فني او جهاز النادي الاهلي وجهاز منتخب مصر شايف حاجه غير الناس التانيه شايفاها. بالعكس، انا شايف ان هاني مؤخرا بيأدي بشكل كويس قوي قوي. نتمنى الثبات ليه ان شاء الله، لانه كابتن من كباتن النادي الاهلي ومنتخب مصر وبيأدي بشكل كويس قوي في المكان ده. يعني الاداء امام عاشور بعد عودته من الاصابه اعتقد اداء رائع في ظل فتره اصابه ليست بالقصيره. خلينا نقول لفظ يا كابتن اسلام في الكوره مهم جدا، ان امام عاشور لعيب مختلف. وده بيبقى قليل قوي في الكوره. اللعيبه المختلفه دي يا كابتن اسلام قليله جدا جدا في الكوره. يعني مش اي حد يعمل لك جون في اي وقت، مش اي حد يبقى مؤثر في مباراه. فعشان كده انا شايف ان امام مختلف من الشخص، عنده كمان شخصيه يا كابتن اسلام في الملعب. انا بتكلم في الملعب وبتكلم فنيا، عنده شخصيه مهمه جدا جدا في الملعب يا كابتن اسلام. وعشان كده بتلاقيه مؤثر باستمرار، حتى لو مشاركته او مع الاصابه وعودته. لا بتلاقيه ليه دور، ليه دور مهم جدا في الفرقه، ليه دور ايجابي. وده اللعيب المهم يا كابتن اسلام. مش عايز اظلم يعني، مش عايزين نتكلم على حد، لان انا شايف ان قفشه برضو من اللعيبه المهمه جدا جدا. لا هكلمك عن قفشه ودوره، ولكن خليني اقول لحضراتكم يعني اراء ده عن بعض الصحف والمواقع. كابتن ناصر عباس قال ان حسام حسن ظلم مرتين، ظلم لما لم تحتسب له ركله جزاء، وظلم لما طرد. انا بتكلم هنا عن مباراه الزمالك واسموها. كابتن جهاد جريشه ورايه في هذا الامر: تحكيم غير مرضي، ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لسموحة، وإنذار وطرد غير مستحق لحسام حسن.
مش رأي إسلام، ده مش رأي إسلام بالمناسبة. كابتن ياسر عبد الرؤوف قال حسام حسن كان يستحق ركلة جزاء، مش رأي إسلام خالص، إسلام ملوش دعوة يعني برضه في ضمن. لأنه أنا لما هنا بتكلم والله لما بتكلمش على زمالك ولا سموحة، ولكن أنا هنا برضه بتكلم يا أحمد عن التحكيم المصري، وإحنا كنا بنعاني من هذا الأمر بشدة خلال فترات طويلة. كان دايما حتى لما نيجي نتكلم مع بعض نقول إحنا عايزين نجيب جون واثنين وثلاثة ونخلص الماتش من بدري عشان ما حدش يوقعنا ولا حد. ودي حقيقة. هو تقريبا كان الكابتن محمود البنا النهارده، صح؟ كابتن البنا النهارده يعني هو الامانه من الحكام الكويسين جدا بصراحه جدا. يعني عمرنا ما بنقول غير كده، ولكن للاسف الشديد النهارده انت ظلمت نادي. يعني هو سموحه كسب ثلاث نقاط، انا عارف، بس ده مش موضوع على مواقف كوره مالهاش علاقه بالنتيجه. بالظبط، بتكلم على مواقف كوره مالهاش علاقه بالنتيجه. اتفرجت على الكوره دي من وجهه نظرك؟ يعني انا شايفها ضربه جزاء. شايفها ضربه جزاء؟ يعني اوكي. هو اللي زعل شويه، بس انت عندك فار كمان، يعني عندك يعني بتشوف اللقطه مره واثنين وثلاثه من اكتر من زاويه، فتقدر. ده الحكام زمان كانوا ابطال بقى. والله باللي احنا فيه دلوقتي، خصوصا لما تلعب في افريقيا مثلا مازيمبي في مازيمبي وانت ما عندكش ولا فار ولا مار ولا حاجه. طبعا فلا يعني المفروض ان اخطاء الحكام تقل بشكل كبير جدا مع تواجد الفار، مع الامكانيات اللي بدات تبقى موجوده للحكام. شايف المفروض الاخطاء تقل اكتر من كده كمان. يعني الاهلي دايما عندما يفكر كولر في هذه الفتره بيفكر في الاربع مباريات، ملوش علاقه دلوقتي بنهائي افريقيا خالص. ما حدش بيتكلم عن نهائي افريقيا ولا عايزين نتكلم عن نهائي افريقيا. هنتكلم معاك طبعا، ولكن انا بتكلم هنا على الجهاز الفني. ولكن ست نقاط انتهوا. انا بقى في الوقت ده دايما اقول للجمهور ايه يا جماعه، من فضلكم خلينا ما نبصش للاداء قوي، لانه في مثل هذه المباريات الاهم هو الفوز بثلاثه نقاط، خصوصا ان انت هتلعب اربع ماتشات في اقل من 10 ايام او في 10 ايام عشان ما يبقاش. وانا شايف ان الاداء الحمد لله مش يعني الاداء مرضي برضه في 11 يوم. الاداء مرضي، مش هنقول الاداء لا بالعكس الاداء يعني مرضي. حتى لو يعني مع ذلك الاداء مرضي، وبعدين نتيجه كبيره يعني تكسب ثلاثه وتكسب الاسماعيلي اثنين لا يعني انا شايف ان مع الضغط اللي موجود فيه لعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي، انك بتلعب على كل البطولات وكل الجبهات دي بالشكل ده، انا شايف ان ده انجاز موجود. اي نعم ده الطبيعي انك بتلعب على كل البطولات باسم النادي الاهلي، لكن مع النتائج الايجابيه اللي بتتحقق انا شايف ان الجهاز الفني واللعيبه بيأدوا بشكل كبير بشكل كويس جدا 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 جدا. المواجهه القادمه الاهلي والاتحاد السكندري ما بين خبره كابتن طارق العشري ووجوده الماتشات الصعبه. من قبل ما تكمل الماتشات الصعبه اتفضل. يعني الماتشات الصعبه كابتن طارق كمان بيبقى ليه طريقه دفاعيه بشكل معين. صحيح. وكمان نادي الاتحاد ماشي بشكل كويس الموسم ده مع كابتن طارق. انا شايفه من الماتشات الصعبه. الماتشات الصعبه اللي هتقابل النادي الاهلي. كابتن احمد، انت كنت لسه بتتكلم عن مباراه الاهلي والاتحاد السكندري وهي مباراه صعبه. هل من الممكن ان نرى تغيرات في التشكيل من وجهه نظرك؟ ده المتوقع في كل مباراه ليها تغييرات في الصقر. لان زي ما اتكلمنا في البدايه عشان ما نعيدش بعيدا عن الاسماء اللي اتكلمنا عنها برضو، يعني بعيدا عن علي، بعيدا عن محمد، بعيدا عن وسام، بعيدا كبيرة عن بنسبه كبيره هيكملوا لعب يعني. يعني أوكي. انا شايف ان الاربعه بتاع خط الظهر وده بنسبه كبيره متواجدين. هتلاقي ممكن اغلب التغييرات في نص الملعب. اوكي. يعني ممكن نص الملعب تلاقي فيه بس تغييرات، ممكن تغيير او اثنين متهيألي يعني. حتى هجوميا انت كل المراكز قدم فيها تغييرات على طول، ودي حاجه ايجابيه يا كابتن. تغييرات، ولكن يعني انت هل سيتم المحافظه على اخر، انا بتكلم على اخر مباراه. بص يا كابتن، يعني ما هو انت بتقسم الشغل كله خلال الفتره دي. صحيح. حتى بدنيا يعني زي ما بقول لك يا كابتن، ان اكيد المحلل الاداء وفي نفس الوقت المعد البدني ليه دور كبير جدا مع مستر كولر في الفتره دي، انه يقدر يجهز اللعيبه ويقدر يقول ده 70 دقيقه، ده 90 دقيقه، ده 60 دقيقه، بناء على جدول المباريات اللي جايه. انت بتتكلم في مباراتين وبعد كده مباراه مهمه جدا ومباراتين مهمه جدا اللي هم نهائي افريقيا، فاكيد انت بتجهز كل الناس للامور دي. لكن مع ذلك الاخذ في الاعتبار بطوله الدوري. انت عندك ماتشات مؤجله كتير، محتاج تكسب كل المباريات دي عشان تبقى في المركز الاول بالشكل الطبيعي. فانا شايف ان هيبقى في روتيشن موجود برضو في كل مباراه. طيب روتيشن موجود في كل مباراه، اذا عدم انسجام. لا بالعكس. يعني انا بقول لك مش افكار، انت بتتكلم يعني افكار يعني اللي انا بسمعها. يعني بقول لك هو مثلا من كتر ما انت بتقعد تغير بيحصل. ده طبيعي في الكوره، لكن يا كابتن الكلام ده تاني، انت جدا باستمرار، وانت برضه يا كابتن الناس كلها قريبه من بعض. السكواد اللي موجود في النادي الاهلي حاجه ما شاء الله، حاجه جميله.
كل ما عندكش مشكله مين بيلعب. طب سؤال يا كابتن، انت يعني انت جمهور دلوقتي، انت عندك مشكله ان حد يكون موجود في الملعب من الناس المقيده كلها؟ هتقول لا. خليني يعني لما تيجي تحسبها كده يعني ما فيش مشكله، في افضليه بس افضليه محدوده. خلينا نقولها كابتن اسلام، يعني لو انا هيبقى عندي مشكله في التغيير او في المراكز، بمعنى ما اجيبش حد من اليمين احطه شمال او من الشمال احطه، دي انا عندي مشكله في احطه ورا، وخصوصا انت عندك البديل، عندك اللي هو يعني ما اجيبش، مش عايزين عشان ندخل في الاسماء، لكن تغيير المراكز دي اللي ممكن يبقى انا مش معاه فيها، وخصوصا عندك البديل موجود اللي هو مركزه دي. انا مع دي بالنسبه لي دي تعمل خلل. لكن انت النهارده بتشيل لعيب 8، بتشيل امام، او عندك مشكله في متلعب قفشه 8، ايه المشكله؟ ما عندكش مشكله في حاجه. لا ما عنديش. تشيل حسين الشحات بتلعب رضا، او بتلعب بيرستاوي، ما عندكش مشكله، صح ولا؟ صحيح. هي دي اللي تعمل خلل يا كابتن اسلام، انك تحط حد مش في مركزه، وانت عندك البديل او اللعيب اللي في مركزه موجود اساسي، هي دي بس. هروح بقى سريعا للترجي، الترجي اختلف مع مدربه البرتغالي الجديد بشكل كبير جدا جدا جدا. ايه اللي حصل من وجهه نظرك؟ هم بقوا منظمين جدا يا كابتن اسلام. دفاعيا ولا هجوميا؟ دفاعيا ولا عموما؟ لا، الفرقه ككل دفاع يعني منظمين جدا، وكلهم تحت الكره باستمرار. هم ممكن يكون هجوميا مش احسن حاجه، مش زي سابقا يعني هجوميا، لكن دفاعيا ونص ملعبهم بقى يعني منظمين جدا جدا. هل المدرب البرتغالي له دور في هذا الامر من وجهه نظرك؟ أكيد، اكيد طبعا، اكيد اكيد. مع ان لو بصينا للكواليتي مش زي اللي كان موجود قبل كده يعني فنيا، يعني طبعا. بس انا بقول لحضرتك يا كابتن سيف، ولكن سيظل الترجي اسم كبير جدا في عالم كره القدم الافريقيه. اولا اسم، والتونسيه اولا اسم، ثانيا ظروف المباراه. انت بتتكلم في نهائي بطوله، نهائي افريقيا، ظروف المباراه كانت مع احترامي الكامل، لو حتى اي فرقه ما حدش هيوصل للمباراه دي يا كابتن، اذا كان فرقه كبيره، اذا كانت فرقه كويسه. صحيح. وفي نفس الوقت الفرقه ذات شخصيه بطل عموما، او خصوصا بعد ما فازوا على كمان سان داونز. وخلينا نقول يا كابتن اسلام، حتى في سنوات الترجي ما كانش بيبقى افضل حاجه وكان بيوصل نهائي. صح. يعني دي حتى لو هنحسبها كده الترجي بالظبط، ودي مهمه جدا في البطولات. وزي ما احنا بنقول ان، او زي ما في مقوله بتقال كتير، او المباراه النهائيه او البطوله تكسب ولا تلعب، وحاجات كتيره. ففعلا الماتشات دي ليها ظروفها، ما تقدرش تقول، لكن هم منظمين بشكل كبير قوي. انا اتفرجت عليهم، شفتهم في مباراه سان داونز المباراتين، منظمين بشكل. هل نقاط قوتهم فين؟ ان هم يعني انت بتتفرج على الترجي تقول ايه؟ لا، الجزء ده، الجزء ده من لا هنا، ما اقدرش اقول كده. هم فرقه جماعيه منظمين. هم ده اصعب، ده صعب جدا والله. وده اللي هتشوفه في المباراه، عشان كده بقول لحضرتك المباراه تبقى صعبه جدا، لان هم فرقه منظمين جدا، عندهم سيستم بيلعبوا بيه، كلهم تحت الكوره، عندهم فرد محطه، ممكن يكون فنيا مش افضل حاجه، لكن بيلعب بيلعب الناس اللي تحتيه بشكل كويس قوي. لا، هم كفرقه منظمه. نصيحتك بقى لكولر في الماتشين اللي جايين، اتحاد وبلديه، ثم الماتشين النهائي. مباراتين بستة بونت مهمين جدا جدا، برضه هيدوا ثقه اكيد للعيبه قبل المباراه النهائيه. اتمنى انه من دلوقتي، اكيد هو شاف وحافظ فرقه الترجي بشكل كويس قوي، فاكيد من دلوقتي هو على الاقل بنسبه 80 90% متخيل شكل الفرقه الاساسيه اللي هو هيلعب بيها. اتمنى يبقى في فترات راحه او تقسيم الوجه هنا، ماتش الترجي مفكر هيلعب ازاي وهيلعب اكيد طبعا يعني أوكي. بنسبه كبيره فاتمنى انه يبقى من دلوقتي، وده اكيد اللي موجود، انه مرتب. يعني لو انت وكابتن حسام موجودين، هتبقوا حاطين في ماتش الترجي كتشكيل او كاسماء؟ لا، مش اسماء كده، بس بنسبه كبيره. انت طبعا تركيزنا في المباراتين دول. ايوه، انا لا بس طبعًا. الناس ما لا لا لا، ما بقصدش كده يا كابتن اسلام، انا بتكلم انت بنسبه كبيره الاساس والتركيز كله في المباراتين دول، لكن انت مباراه الترجي بنسبه كبيره حاطط ال 11، مش بقدرش اقول 11، بس عندك 8 عندك 9. شكل الفرقه او شكل الطريقه، وده طبعا هيتحدد قبل المباراه بقى كل ما الايام بتقرب. لكن اللي انا بقصده يا كابتن اسلام، انك خلاص انا مثلا بنسبه كبيره في 60 70% من اللعيبه موجودين. اتمنى انه قدر الله بعيد عن اي اصابات ولا حاجه، هم دول اللي هيلعبوا. اتمنى انه دول يبقى في فترات راحه كويسه ليهم في ايوه الضحن. ده عشان كده انا بقول ده مهم جدا. يعني لو هتسالني انا كابتن، ومش انا يعني اي حد، وارد جدا يلعبوا مباراه الاتحاد دي او يلعبوا جزء كبير منها وبعدين يريحوا بقى، او ياخدوا يعني ممكن المباراه اللي بعدها اللي ياخد 30 دقيقه، اللي ياخد 60 دقيقه، يعني يبقى في تقسيم للوقت لعدد يعني الدقائق. طبعا ده مهم جدا بالنسبه جدا. لاسماء خمس ست اسماء من اللي موجود. طبعا صح؟ طبعا ده لازم ضروري جدا جدا جدا. طيب جدا يعني. نصيحتك بقى الكولر نفسه ايه؟
يعني الحاجات دي اللي اصل الحاجات دي انت ك يعني متابع جيد لكل ما يحدث. لا انا هقول له ان عند لمباراه الصفاقس سوري الترجي مش لل الصفاقس دايما اصله سوري الترجي مباراه الترجي لا هقول له هتقابل مباراه صعبه جدا جدا في اجواء صعبه جدا 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 يعني التحضير للمباراه دي اهم من يعني تحضير المباراه قبلها اهم بكتير قوي من اللي هيحصل جوه المباراه. عموما نتمنى يا رب ان نرى مباراه تليق باسم النادي الاهلي وباسم سواء نادي الاتحاد او من بعدها ان شاء الله نادي بلديه المحله ومن بعدها ان شاء الله المباراتين النهائيتين ترجي، وهيبقى في لينا كلام كبير جدا فيما يخص هاتين المباراتين. بشكرك يا احمد على وجودك معانا وسعيد جدا، ودايما الحقيقه بتشرف بتواجدك معايا كل ما ترجع كده. اللي انا سامعه ان انت قريب، لكن يلا مش عايزين نتكلم في هذه الامور، ولكن يعني ان شاء الله ترجع وتبقى دايما موجود ونشوفك كمدير فني لانديه كبيره. والله كانت انا اللي سعيد بوجودي طبعا معاك اولا وبيتي قناه النادي الاهلي، وان شاء الله نبقى موجودين مع بعض بعد ان شاء الله من حق البطوله باذن الله زي كل بطوله ان شاء الله، ويا رب نتمنى ذلك ان شاء الله باذن الله ونحتفل لو كان لنا نصيب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للكابتن احمد صديق. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الأساتذة الكبار الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بالاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ شرف ومنور. الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ شرفين. طيب ابدا مع حضراتكم هو بصوا حضراتكم ما يحدث منذ ان خسر النادي الاهلي البطوله الافريقيه للكره الطائره سيدات، وحتى الان انا ما عنديش مشكله ان النادي الاهلي يخسر، لانه النادي الاهلي دايما بينظر الى اخطائه وبيعالجها بالظبط، ولكن ما يحدث من كلام يثير الفتن هو ده اللي بيضايقني او بيضايق ناس كتير الحقيقه، في ظل العلاقات المحترمه ما بين الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك. ولكن يجي بعض يعني من لا يشجع النادي الاهلي، خلينا اقولها بشكل واضح، انه ويكلموا في بعض الفتن، خصوصا اذا كان هناك مثلا بروتوكول رسمي. البروتوكول ده يعني ايه يا استاذ جمال؟ استاذ محمود يعني حاجه رسمي متبع. نظام رسمي متبع. برافو عليك. نظام رسمي متبع. النظام الرسمي المتبع ده لا يمكن التعدي عليه باي حال من الاحوال. اكيد. ما قيل فيما يخص عدم وجود الاستاذ خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي في مراسم التتويج الاخيره هو امر يثير الفتنه، لانه بعض زملائنا الحقيقه لازم اقول زملائنا لانهم في الاخر موجودين حوالينا اتكلموا في هذا الامر بشكل يثير الفتنه اكتر من اي امر اخر. انا مش عارف الحقيقه الى متى ستظل مثل هذه الامور هي اساس بعض البرامج للضرب فيما يخص العلاقه الجيده ما بين الناديين الكبيرين. تمام. اولا معلش هي مقدمه طويله جدا، ولكن لا بس انت واجبة. بتشرح الموقف يعني. هو طبعا نمره واحد بالنسبه انك تخسر بطوله وتكسب 15، فده في حد ذاته. ده عموما انا بتكلم على ايه؟ احنا 7-1 في الطايره تحديدا. لا انا بتكلم على اللعبات بقى. 17-1 مش كده؟ 19 بطوله. لا 19 بالاثنين الكوره. لا انا بتكلم على العاب الصالات فقط. العاب الصالات انت بتحسب ماشي 19 يعني مش هنختلف على الرقم. مش هنختلف على الرقم، بس احنا انا بتكلم على المبدا العام ايه. طالما انت زي ما قلنا السنه اللي فاتت بعد خساره بعض البطولات ان انت الوضع الطبيعي ان انت كل فتره بتشوف ايه مسارك ماشي ازاي وتقيمه، مش عيب ابدا ان انت تخسر بطوله وماشي وانت ماشي البطولات كتير وجايه ما فيهاش مشكله منافسه. اما بالنسبه وبعدين مش ممكن يكون انت بتفترض ان النادي الاهلي هياخد لوحده يعني هيلعب وياخد كل البطولات. صحيح ما في بطوله خدها الاتحاد السكندري عادي. ده الباسكت. ايوه ده ما انا بقول لك يعني انه لازم يكون في ده منافس يعني ده امر طبيعي يعني. دي النقطة الخاصة بالبطولات وانك تخسر بطولة يعني مش نهاية العالم يعني. ثانيا بالنسبة لنقطة إثارة الفتن، في ناس اعتقد ان هي قاعدة متفرغة بيرصدوا الامور اللي تثير الفتنة.
وطبعا ده لا يفيد. احنا قلنا ان هناك بروتوكول متفق عليه الاول بين الناديين، مجلس اداره الاهلي ومجلس اداره الزمالك، ويجب الالتزام به لانه هو في النهايه لمصلحه الرياضه المصريه ككل. البروتوكول ده بيتم ما بين الاتحاد الافريقي في البطولات الافريقيه. لا ده انا جاي لحضرتك البروتوكول. انا اقصد انه في ناس بتحاول تضرب في صميم العلاقه. بالظبط. لكن في اللي حضرتك تقصد البروتوكول الرسمي، مين اللي يحضر ومين اللي يسال. ده في حاجات يا جماعه زي ما في بروتوكول تم الالتزام به وبرضه الناس قاعده تلف عليه، ان كل لاعبه لا ترتدي الميداليه ما حدش يسلم عليها. لا لا، هنا الوضع مختلف. هنا ليه؟ لان دي بطوله محليه، هو الناس تمام. بس مش عارفه تفرق. البطوله الافريقيه الوضع مختلف تماما عن البطوله المحليه. بالظبط. لا البطوله المحليه بيبقى ليها بروتوكول، والبطوله الافريقيه او القاريه لانه البروتوكول ده فبروتوكول البطوله الافريقيه ان يتواجد رئيس اللجنه المنظمه. لا ما انا بقول لحضرتك ولا حد من الاهلي ولا حد من الزمالك. لازم يكون انت ماشي على نظام او بروتوكول معين، طالما انت ملتزم بيه انت ما اخطاتش. لان انا بدور لك يا استاذ جماعه، انا قاعد بتصيد لك، قاعد فضيله. انا بقول لك ناس قاعده، انا بقول لك اهو. لا انا قاعد بتصيد لك للمشهد. وما يعرفش الفرق بين هو متعود على كده. هو ما عندهوش فكره البروتوكول، هو قاعد ما عارف، هو ما خدش باله انه المسرح محمد ضماضي نزل وسلم الجوائز والمهندس يعني. اللي هو منوط بيه. ايوه انا بقول لك اهو. واللجنه المنظمه كلها كانت موجوده في ارض الملعب، اللي هي مسؤوله عن التنظيم، وهنا المفروض تسليم الكاس وموجودين في كل حاجه. هو الهدف ايه؟ انه هو الهدف زي ما تقول المهندس خالد مرتجي من لقطه وقعت اعتقد نهائي الدوري او الكاس. أيوة اللي حصلت برضه. ما انا بكلمك من الواقعه دي، البعض بحاول يدينا ضرب في المباسل في يعني في المصل والقيم والاخلاق. وهو ابعد منها بمسافات كبيره. ليه؟ يعني الناس اتنسى اللي عملته اللعيبه دي مع المرحوم الوزير العمري رحمه الله عليه، وعدى كانه ما فيش حاجه حصلت، وطبيعي جدا. ما هي دي برضو اخلاق وتربيه والكلام ده اللي نقدر نتكلم فيه برضو. لكن لما جه الراجل خلاص، انا عمل ايه نظام رئيس الاتحاد؟ طب رئيس الاتحاد ما سلمش، ليه ما حدش يتكلم على المهندس ياسر عمر؟ ما سلمش عليها. نجمة مصر اللي هتورينا اللي احنا ما شفناهوش. بس ليه الهيصة معمولة حوالين البنت دي بالذات؟ يعني عملت ايه؟ نفسي افهم عملت ايه منتخب مصر؟ او ايه الاضافة يعني؟ وايه الفيلم المعمول على التفاهات اللي احنا عايشين فيها؟ بدل ما الناس تحسن وتزود العلاقة وخلاص يا جماعة، وخدت البطولة في ملعب النادي الاهلي ماشي، حتى تكلم جمهور الاهلي خد بعضه مشي والمسؤولين مشي وخلاص، مبروك عليك. وخد وضعك زي ما انت عايز. خلي بال حضرتك اللي انا عرفته كمان، وانا بقى اتصلت بهنا وهنا، كل اعضاء مجلس الاداره النادي الاهلي اللي كانوا موجودين كانوا حريصين على التواجد لغايه لما اخر فرد من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك او من جمهور نادي الزمالك يخرج، تحقيقا لمبدا الاحترام المتبادل ما بين الناديين الكبيرين. مكيد. الناس كلها كانت قاعده متاهبه لاي حاجه، والحمد لله الامور عدت بمنتهى الجمال ومنتهى الروعه في الاحترام الكبير من جمهور النادي الاهلي. وجمهور الزمالك محتفل زي ما هو عايز، احتفل اعمل انت عايزه، احتفل وعمل اللي هو عايزه. محدش كلمه، محدش كلمه يا استاذ جمال. واحنا هنا لا نتكلم عن الاحتفال، هو حر يا كابتن، من حقه يفرح. افرح يا عم واعمل اللي انت عايزه. عن اثاره الفتن، لماذا هذه الامور؟ فاقد الشيء لا يعطيه يا كابتن. انا بقولها لك اهو، صور وانفعالات وتفاعل المهندس خالد مرتجي في المدرج ومع كل لعبه وبتاع، يعني بيلوموا عليه يعني. وكنت استنيت لما يا جماعه هو ده كان فرق يعني. سبحان الله، هي اراده ربنا على فكره. يا استاذ محمود انا بكلمك كل ده يعني، انا مش فارق معايا الكلام ده كله. عارف ليه؟ ماشي، ده كلام جماهير وبتاع بينهم بعض، هم حرين يعملوا اللي هم عايزينه، ولكن انا اللي فارق معايا اللي بيكذب في بروتوكول رسمي. ايوه، محطوط من قبل الاتحاد الافريقي، متحدد فيه واحد مين اللي هينزل. مجرد ان انا بكذب علشان اطلع في الترند اللي بيتقال ما بين الجماهير، انه اصل خالد مرتجي عمل مش عارف ايه وبتاع والكلام اللي حضرتك فاهمه ده. ده ما يفرق، ده جماهير بينهم من بعضهم، من حقهم يحتفلوا، من حقهم كل واحد حر. ولكن ان تكذب لاثاره الفتنه، هو ده اللي بالنسبه لي طبعا. انا قلت لك بات المهندس خالد مرتجي هدف عشان هو بتصدر المشهد، فانا ادور له على اللقطه اللي حصلت في البطوله في المسابقه المحليه،
الناس قاعده تحكي فيها نسيت حتى ايه رد فعل رئيس الاتحاد نفسه. يعني رئيس الاتحاد نفسه خد قرار بحاجه ما حدش جاب سيرته، لكن لازم اركز على مين؟ على خالد مرتجي. لازم اضغط عليه واحطه دايما هدف واعمله ترند واعمله واعمله واشوه واقول واضرب في الكلام. لما تدخل بعض البرامج ها وبعض المنتمين والمنتسبين وتطلع مثلا تروح عامل لي مثلا مداخله مع لعيبه، كل اللعيبه دول ايه يعني؟ عارفين الاهلي خد 4 بطولات في ابطال الدوري والكاس والسوبر، مفيش مداخله عملت لعيب من لعيبه النادي الاهلي رجال. طب خدت الدوري والسوبر والكاس سيدات، مفيش ولا مداخله اتعملت مع نجوم الاهلي. لكن عشان تعرف الفرق وتعرف الهدف واعرف اسلوب التضليل والكذب، لما اجيب لعيبه وتقول لك ايه ده بيتصلوا بينا من اعضاء مجلس اداره الاهلي عشان يقولوا لنا تعالوا ارجعوا. شوف الكلام كويس ان حضرتك فتحت. انا بكلمك اهو، انا بقول لك اهو. بس كويس، عايز اسال حضرتك سؤال. حضرتك موجود في النادي الاهلي بقالك كام سنه؟ في النادي الاهلي ده دلوقتي في 30 سنه بس. بقول قول الحقيقه حضرتك. لا زود شويه 40 مثلا. انا لا ما هو فعلا احنا بقالنا سنين كتير يعني كده جدا. هل حدث ان اسم لعيب كبير جدا 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 من لعيبه الاهلي الكبار والعظام اللي كانوا موجودين قرر ان هو يمشي من النادي الاهلي او النادي الاهلي مشاه ورجع تاني خلال الفتره اللي فاتت نادي الاهلي؟ لا لا ما حصلش. لعيب كوره، لعيب طايره، لعيب سله، لعيب يد، لعيب اي حاجه. وانا بعمل زي هل من الممكن ان يكون هناك اتصال من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي باي لاعب علشان يقولوا له هترجع او مش هترجع او بلاعيبه؟ لا هل لا بجد والله لو لا حصلت والله. ال 30 لا 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 قبل السؤال. لا قبل السؤال اتفضل. قبل السؤال هو مين اللي ساب التاني؟ الاهلي يعني برضو ده طبعا. لا ماشي. انا بضرب لك المثل يعني اللي انا عاوز اقوله لك، انا لازم ادور عاوز ابقى بطل عند الجمهور بتاعي اللي بيشجعني دلوقتي ان انا هو ضحيت له عشانك مصاري بس. فهضطر اعمل لك ايه؟ لازم اعمل بطل واقول ايه لو انت بقى لو 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 هي فعلا او حتى المذيع نفسها المذيع نفسه اللي بيدور الحوار معاه كان اسال سؤال واحد، قول لنا مين عضو مجلس اداره كان بيكلمك عشان نديله عشان نقول مين هو عليه، عشان برضه النادي الاهلي يعرف مين اللي عضو مجلس اداره في الاهلي اتصل بيك وقال لك تعالى ده احنا عايزينك عشان نشتتك قبل المباراه، اصل خايفين منك، اصل انت كسبتنا في 3 بطولات ودي البطوله الرابعه اللي احنا هنخسرها، احنا مش عارفين نعمل ايه معاك. لكن هو الناس ايه لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك يا اخي تواضع، يا اخي تواضع عند الناصر، هتكلم خليك مهذب، ما تبقاش كذاب، ما تقعدش تطلع وتفبرك وتحاول تشوه عشان تدور على دور انت مش لاقيه. يعني عاوز اقول لك ايه، وانا كسبانك وفايز عليك وما طلعتش اتكلمت عليك وما قلتش فلان كلمني وفلان ما عملش، يعني انا مشي من عندي 4 عناصر اساسيه وخلاص، وانت خلاص يا جماعه احنا بنبني فرقه ثانيه وبنبني فرقه ورجعنا وخلاص، مبروك عليكم مستقبلكم، مبروك عليكم كل حاجه انتوا رحتوا فيها، مبروك على التوفيق معاكم، ربنا يوفقكم وكسبتوا وعملتوا. فانا عاوز اقول ايه، لما تكلمني ما تكلمنيش عشان لو قارنتك هتتعب، انت تاريخك في البطولات بطوله، دي بطولة أول مرة، تاني بطولة في تاريخك، أنا عندي مسافات كبيرة جدا بينك. يعني عاوز أقول لك إيه، خليك هادي، الأمور أبسط من كده. إيه التضخيم ده؟ وإيه البرامج اللي عاملين هيصة؟ وبعدين يقول لك الأهلي والتعصب وزيادة وخالد مرتجي، يا جماعة عيب، ما صحش، قولوا الحق. لما يكون في بروتوكول من الصدق ومن الواجب نقول الحقيقة، لا يجوز تشبيه. وبعدين قول احتفل واتبسط، احتفل واعمل اللي انت عايزه وارقص واعمل يا عم الاتحاد، قول ان انا اطلع على الحيطه وانزل من على الحيطه حضراتكم. لو قول ان البطوله دي بكل البطولات اللي راحت من عايزه، قول اللي انت عايزه محدش كده. ولكن ان تصل الظروف يا استاذ جمال المنطق للوضع الطبيعي، يعني انتوا بتتكلموا على حد بيعالج الامر بمنطقيه وبعقل. الله، في ناس ما بتعملش كده، دي رياضه يا استاذ. لا لا، في بقول لحضرتك الرياضه عشان كل الناس بتقول اي حاجه. ما انا بكلمك بمنتهى الصراحه. اوكي، والا لو انت عايز تطبق عليهم المنطق والعقل والكلام ده انا اجيب لك بقى البرامج واقعد حلل، هتلاقي بلاوي. هل ينفع اكدب في معلومه؟ ايوه يا فندم، دي معلومه يا فندم، ده سوري مش معلومه، دي حقيقه. الناس شعرها الكذب والتضليل، ما انت عارف، والتدليس والتشبيه وتغيير الواقع والضحك على الجمهور وادعاء بطولات وهميه وصناعه ازمه بدون داعي، والمشهد زي ما انت شايفه. يعني عاوز اقول لك ايه، كل ما نقول الدنيا تهدى انا بقول لك ايه، لازم اعمل لك هدف. يعني انت المفروض تبقى تحت ضغط بصوره مستمره. صحيح. زي ايه يعني؟ انت هتجرنا بقى احنا نقول لك ايه، انه دي فقره من فقرات الواتساب اللي بيتم توزيعها من خلال سلسله معروفه بالاسم، من خلال سلسله برامج بعت اعمل كذا، في نفس الوقت نعمل كذا. ما انا بقول لك اهو، انت خدت بطوله الرجال 4 بطولات
شفت لعيب من لعيبه الاهلي في الفوري طلع في برنامج باستثناء قناه الاهلي يعني. انا بعيدا انا بكلمك اهو. لا انا خدت بطوله الدوري والكاس والسوبر سيدات الاهلي، شفت حد طلع كذا كذا عمل مدخلات وايه رايك وايه احساسك واللي حصل لك واللي اتعرض؟ لا عشان اوريك ايه؟ هناك توجه من البعض الذي يبدو انه عنده مشكله في ضميره، عنده مشكله في علاقته مع النادي الاهلي. عنده مشكله ان انا عاوز ادور لازمه اعمل له مش لاقي له مشكله، عاوز اعرقله باي شكل، ويجي يدينا دروس في المثل والاخلاق والوطنيه والضمير، وهو ابعد ما يكون عن ذلك. لازم يبقى فاهم ان الجمهور واعي والجمهور مش هينسى، وافتكر كويس جدا ان جمهور الاهلي بيحفظ كويس قوي اللي بيحصل معاه وبيحصل مع لعيبته ومع فرقه والكلام ده. فانت شايف دلوقتي انا اعمل ايه مع خالد مرتجي؟ لازم احاول اضغط على خالد مرتجي واطلعه واشوهه واعمل واقول وبتاع واعمل مقارنات. يا جماعه ما يصحش. طب قولوا الحقيقه انه في رئيس لجنه منظمه من قبل النادي الاهلي. يا جماعه ده رئيس النادي الاهلي بيبقى في البعثه الرسميه وفي بطولات ومناسبات ما بينزلش يقف على المنصه، وبيبقى رئيس بعثه النادي اللي هو المسؤول، لانه الاهلي عامل لنفسه سيستم. الدنيا يا جماعه مش سبهلله، مش احد بينزل ياخد صوره مع احد، مش الهدف الصوره، الهدف انك تحافظ على الشكل. لماذا لم ينظر احد في هذا الامر؟ ما هو اذا كنت كذاب اكذب صح. هو ليه ما حدش نزل من مجلس اداره الزمالك؟ عشان مش موجودين في البروتوكول. يا جماعه اشمعنى هنا بصيت لخالد لمجلس اداره الاهلي؟ ليه ما بصيتش طب ما مش هم كسبان يعني، مش نادي الزمالك كسبان؟ ما نزلش ليه حد؟ طيب نزل، لا نزلوا بعد المراسم. اثناء المراسم لا نزل الاحتفاليه لو احمد سليمان لا لا في الاحتفال وبتاع في الاحتفال نزلوا لا نزلوا بده لكن اثناء المراسم، ما المراسم لا ما نزلوش بعد المراسم ساعه تسليم مراسم الاستاذ محمد الضماطي والاتحاد من الاتحاد الافريقي. فده بروتوكول. فلما تيجي تكذب اكذب يعني يعني اكذب كذبه صح، كذب مساوي يعني، كذب يعني متساوي كذب مساوي. والله احسن من كذب مساوي يا رش، احسن من صدق مفركش. والله لا هو بعد كده المطلوب بقى والله يعني في البطولات دي يعلن البروتوكول بقى الرسمي من جانب الاتحاد، ما هو عشان يعفينا من التضارب ده. كل واحد عايز يقول لا حاجه، مش تضارب، لا مش تضارب يا استاذ جمال، ده مقصود نوايا، لا النوايا السيئه مقصوده. نوايا حاجه هم لابد ان هم يعيشوا ويعملوا لك مشكله للاهلي. يعني عاوز اقول لك ايه، انا بدور لك على اي حاجه، اجيب اي حد يعني مع كامل احترامي يعني ملهوش ذكر ملهوش تواجد، واحاول اعمل منه بطل ويطلع يقول لي بقين في الهوا عشان الجمهور يضرب المثل. انت لو بصيت لو وقفت عند الصفحات وشفت مش هيطلع من البيت، لو سمعت وقريت الكلام اللي بيتقال والاوصاف اللي بتتقال، خلاص انت كسبت بطوله مبروك وخلصت الحدوته خلاص وكسبتها في قلب الجزيره وتعاملت معامله محترمه جدا وخدت حقك. وده بناء على كلام اعضاء مجلس اداره الزمالك. زي عاوز اقول لك على حاجه، استاذ كابتن احمد سليمان اتكلم وقال ان احنا استقبلنا افضل استقبال ايوه هو كان واضح الاستقبال محترم جدا يعني. لكن هي عاوز اقول لك انه يعني خلاص اعتقد جمهور الاهلي والناس شايفه، جمهور الاهلي يكون واعي جدا على فكره في المرحله اللي جايه بصوره او وضع في هناك ترصد من مجموعه هيتعمل على كده على مدى مش فاهم. هم نفس الدوائر الحمراء يا جماعه بامانه شديده واضحين هدفهم ايه. هدفهم ان انا خلاص عاوز اوقفك، بس اعمل ايه؟ اعمل لك خبر، ارمي لك معلومه، اطلع حد يتكلم على مش عارف ايه. لسه لما نقرب من ماتش ترجي هتشوف بقى القصص والحواديت. انا والله بحاول دلوقتي ان انا اقول لك القصص، ونفتكر 2018 واللي اتعمل والفبركه والقصه وطلع والاعلام التونسي فضح والناس بتونس تتكلم وقال لك ما يصحش. السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، هل شفت في حياتك لو الترجي ولا الرجاء ولا الوداد ولا اي فرقه مع اخواتنا في شمال افريقيا او حتى في غرب افريقيا وسط افريقيا، ليه حد طلع من المحللين من المنافسين الفرق الثانيه طلع يتكلم بهذه الصوره الفجه بامانه شديده؟ لو انت عندك ضمير تتكلم على فرقه بلدك وولاد بلدك بهذه الصوره، محاولات التشويه وادعاء انك انت ابو لا ادعاء انك انت عندك ضمير وانت صحيح. بلا ضمير يعني. خلي بال حضرتك يا استاذ محمود، وانا موضوع واضح يا كابتن، وانا هنا بقول لحضراتكم وعد في قناه الاهلي وامام الملايين اللي بيتفرجوا علينا دايما على قناه الاهلي دائما، ان احنا لن ننجر لهذا الامر طبعا. مثلا احنا هنا حضراتكم اساتذتنا في كل شيء، فاحنا
وانا بقول الكلام ده قدامكم، احنا لن ننجر لهذا الامر ولن ننساق في قناه الاهلي الى ان احنا نروح لهذا الاتجاه ضد نادي الزمالك مثلا في مباراته امام نهضه بركان. عمرنا ما هنتكلم في هذا الامر، وعمرنا ما هننظر لهذه بالزبط. الامور على انها توجه من حته معينه من نادي الزمالك لا، احنا دايما هناخد راي مجلس ادارتنا او هناخد سياسه مجلس ادارتنا اللي هو الاحترام المتبادل الدائم خلال الفتره دي، وهندعم فريقنا فريق النادي الاهلي في كل شيء، ولن ننظر الى ما هو غير ذلك. خلي بالك كابتن، هو ده الطبيعي، الطبيعي ان انت تشوف نفسك، يعني ركز على فرقك، ركز على مشاكلك حلها، وقف واعمل كل اللي في ايدك، انما ان انت تبص على الفريق الاخر او المنافس او فريق اخر حتى لو مش منافس. لو لا يا استاذ جمال، مش هينفع يا استاذ جمال. انت شفت لعيب من النادي الاهلي بيطلع يتكلم عن المنافس؟ لا طبعا لا. بيستغرق في المنافس. شفت لعيبه الاهلي وهم بيتكلموا عن الزمالك بيتكلموا عن ازاي باحترام؟ انا بكلمك اهو، شوفوا كده في كل البرامج، شوف الفرق واعمل مقارنه وامسك ورقه وقلم وشوف الكلام اللي بيتقال من الطرف الاخر لارضاء غرور. هنا بتتكلم في كل الالعاب. في كل الالعاب انا بكلمك، أنا مش على الكوره يعني. يعني بزرق. بزرق. شوف انت، لا شوف الفرق، تعرف الفرق من هنا، تعرف الفرق وتقف وتعتز بهذا المكان، وتقول الناس دي المدرسه دي خرجت ناس فعلا. صحيح، ناس فعلا بتحترم نفسها وبتحترم الاخر. اذا شذ حد فده بيبقى بعيد عن المنظومه. عشان كده انا دايما بقول ايه في هذا الامر بالنسبه لقناه الاهلي، وانا هنا بتكلم عن قناه الاهلي كامله. قناه الاهلي ستتخذ المسار المحترم اللي هو دائما ما تتخذه قناه النادي الاهلي في كل شيء، ولن ننساق لمثل هذه الاخبار التي تثير الفتن، واحنا بنرد عليها. وبالمناسبه الاساتذه او انا او غيري من الزملاء بنرد على كل هذه الامور بمنتهى الاحترام والادب. مش هتلاقي عندنا لفظ خارج، مش هتلاقي عندنا حاجه بتتكلم كده ولا كده، ولكن بنتكلم دائما بشكل محترم. وده طبيعي على فكره. نعم، ده طبيعه الاشياء. ان انت زي ما بقول لحضرتك، انت بتحتفل مع نفسك. فرقتك كسبت، انت حر تعمل اللي انت عايزه دون التعرض لاي منافس. خلاص انا كسبت ومبسوط كده، ومميزاتي كذا 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 كذا، انما ما ينفعش ان انا اسيب كل حاجه او اهاجم المنافسين. يعني ما ينفعش حد يهاجمك كأهلي لمجرد انه هو مش عايز يشوفك. يعني هو مش عاوز اصلا، مش قادر. ازاي هو مش قادر؟ طلع له في الكوابيس. لا، في ناس ايوه مش قادره تتحمل الانتصارات اللي انت بتحققها. والله بتعمل ارتكاليه. لا بقول لك حاجه، بقول لك حاجه يا كابتن. انا بريك انه فاقد الشيء لا يعطيه. والله بامانه لابد ينطبق هذا المثل على الكثير من المنتسبين للمنافس. لما حصلت الازمه بتاعت جمهور الاسماعيلي وجمهور الزمالك، ايه اللي حصل؟ قلبت الدنيا. ده احنا مش معاكم، ده احنا هنعمل، ده انتوا طيب، من حق الاهلي بيعملوا. عايز اقول لك ايه، بمجرد الاختلاف، بمجرد الاختلاف عندما شعر ومست كرامتك بشيء، كان رد الفعل ايه؟ قلت ايه؟ ده الاهلي كتر خيره، ده بيستحمل، ده ايه الوضع، ده ايه الموقف. عاوز اقول لك ايه، هنا تبان الحقيقه، هنا تحاول انك انت تدور عشان تمسح، تعمل مساحه من العداءات، من مما يكتب ويقال من البعض، من الفبركه، من استخدام واستدعاء امور لا داعي لها فوق. يا جماعه ده في اطار منافسه. يعني انتوا عاوزين يبقى عندنا كوره وعاوزين رياضه، خليها في اطار ايه؟ خليها في اطار منافسه. حل الفني، انتقد فني، اتكلم بصوره بدون تجريح، بدون بحث عن عبارات اخرى لا داعي لها. انا يعني ولا هتلاقي حد بيجيب الاجواء بتصير ناحيه الناس تبقى خلاص المنافسه في الملعب، وبعد الملعب الناس تسلم على بعض. ايوه ليه؟ ليه عاوزين نروح؟ هو ده الطبيعي زي ما قلت له. ليه عاوزين نروح ايه؟ ليه عاوزين نروح ناحيه النقطه دي؟ يعني ايه المهندس الاستاذ حسين لبيب، فندم ايه رايك فيما حصل مع لعيبه مش عارف؟ يعني يا سلام. يعني شوف عاوز اقول لك ايه، انا بدور عاوز اخد اللقطه، فالراجل يرد عليك يقول لا يا جماعه ده في بروتوكول، والراجل كان رئيس الاتحاد قال اللي مش هيسلم مش هيسلم عليه. خلص الموضوع عند كده؟ لا، لازم ادور على حته اعمل، احاول انال منها من المهندس خالد مرتجي، لازم اعمل له مشكله، لازم ادور احط تحت الضغط، لازم اقول يعني يا جماعه حرام عليكم، عمر ما كان الاعلام هدفه كده.
عمر ما كانت الرساله كده، الرساله مختلفه، الرساله هاديه. ليه هي البحث ايه؟ لازم انكش، لازم احط لنفسي في مشكله، اقول ايه؟ لازم احاول ادوس خصوصا في ظل هذه التوقيتات والاحترام المتبادل دائما ما بين مجالس الاداره. ده هنا وده هنا وده هنا، مفيش التنافس موجود في الملعب وبيننا وبين بعض، والجماهير تقول اللي هي عايزاه وتعمل اللي هي عايزاه بالمناسبه يعني. ولكن لماذا دائما الزج باسم النادي الاهلي او باسم احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي او كذا او كذا في امر هو غير صحيح، ولن تستطيع او لن يستطيع احد اثباته ده اولا، ثانيا ده بروتوكولات. طب اقول لهم اقتراح، بروتوكولات موجوده. اقول لهم اقتراح يا كابتن، اتفضل. لكل يعني المجموعات الكل يا جماعه، ايه رايكم يا جماعه؟ ابداوا ما تتكلموش على النادي الاهلي، ما تجيبوش سيره الاهلي خالص يعني، لا فرق ولا منافسه، وخليكم في الناس بتاعتكم وفي النادي بتاعكم، شوفوا وضعكم هيبقى عامل ازاي يعني. ايه قول لي بس ده كلام، ابعد ابعد عن النادي الاهلي، مالكش دعوه بيه انت، خليك ايه اتكلم يا عم بعيد يا جماعه. سيب النادي الاهلي، قرارات النادي الاهلي يا جماعه. نسمع كلام الاستاذ محمود، ما تتكلموش عنه ما دام هو مضايقكم. لو ده حلناه من الاول كنا قلناه. لا مش كنا قلناه، ده احنا ما كناش طلعنا ببرامج وحطينا ده على الدائره يا جماعه. ما تتكلموش عن الاهلي، ما تتكلمش كابتن يعني، هم انا بتكلم عليهم هم، ما تقولش كده. اقتراحك يا كابتن يعني، انت ما دام انت شايف نفسك وشايف النادي الاهلي ما في استعبك ومضايقك، خلاص ما تتكلمش عنه ولا اخبار ولا تهتم بيه. طيب وريح نفسك، احنا نقدر نعمل الصح بقى. انت الحمد لله، احنا انت الحمد لله اهلي يعني، الحمد لله امشي بالسياسه بتاعتك بتاع القناه وبتاع النادي، واشتغل على نفسك، اشتغل على بطولاتك من غير ما تبص حواليك. ما بنعملش واعتقد ان ده بس اللي لازم في يعني. مثل هذه الامور ان انت يجب ان يعني انت لازم تنوه ترد او تنوه على ان طبعًا. مثل هذه الامور طبعًا. هي امور كاذبه وليست صحيحه، خصوصا لا وانت بتوضح كمان حقائق اللي ما يعرفش يا جماعه. صحيح، في بروتوكول بالظبط كده موجود. طالما في حاجه اسمها 1+1 يساوي 2 ما ينفعش ان انا اقول لا 1+1 يساوي 3. اللي ما يفهمش بعد الكلام خلاص ده خلاص بقى، يبقى هو ما ما يبقى انا ما عنديش اي مشكله. ما فيش فايده. الاهلي بيستعد لاربع مباريات قويه جدا ومصيريه خلال شهر مايو الحقيقه يا استاذ جمال. 2 دوري و2 نهائي افريقي. خلينا نفرق الاثنين. الدوري المفروض 4 مباريات، كسبت 6 نقاط وفاضلك 6 نقاط القادمه تمام. امام نادي الاتحاد السكندري وامام نادي البلديه، ومن بعدها نفكر في المباراتين النهائيتين. يعني انت عندك مباراه الاتحاد السكندري يوم الثلاث اللي جاي على طول، ثم بلديه المحله يوم 11 ثم الترجي يوم 18 في مباراه الذهاب في تونس، ثم يوم 25 مايو مساء على استاد القاهره الدولي مباريات مصيريه في وقت قصير. مشكله الاهلي وقدره ان هو بيشتغل على ال 100%. يعني دايما انت مش بتشتغل على انك تاخد من الست نقاط، انت عايز تاخد 6 نقاط من الماتشين المحلي، وفي نفس الوقت عينك على نهائي افريقيا، ونهائي افريقيا مع فريق ذو خبرات افريقيه يعني متمرس في هذه المسألة. الأربع ماتشات صعبين جدا يعني، احنا شفنا الماتشين اللي فاتوا المحليين، النادي الأهلي رغم انه هو قد يعاني بعض الصعوبة لحسم الأمر إلا انه بيبقى حاطط في دماغه طول المباراة ان انا عايز الثلاث نقط طبعا، إلى ان يحصل على الثلاث نقط. الحمد لله طبعا كويس قوي ان ده تم في الماتشين الأخيرين. وأهمية الدوري دايما احنا نقولها هنا كابتن لا تقل عن دوري ابطال افريقيا. حقيقي يعني، شوف الاهلي بيشتغل على دوري ابطال افريقيا وبعد كده كاس عالم انديه ومش عارف ايه والكلام ده كله، انما الدوري يعني اساسي جدا بالنسبه للاهلي، المسابقه المفضله بالنسبه. ايوه، والجمهور يعني لو انت عملت له ايه افريقي الدوري عايز الدوري برضه. انت خدت افريقيا ومازال يعني عشان خسرت الدوري. انت مطالب منك كمدير فني لما لو خسر كولر ده، لما بيخسر ماتش الدنيا بتتقل، مشانق بتتعلق. انت ما شفتش لما خسر ايه ده مدرب وعاوز يدخلك في ازمه. صحيح، مع المدير الفني بتاعك اللي هو محقق 7 بطولات في سنه ونص. ايوه، اللي هو ما حدش عمله يعني. فبالتالي انت استعدادك لماتش الاتحاد طبعا فريق جامد جدا ومستعد هذا الموسم بشكل جيد، وعلى فكره عنده طموح ان هو يلعب معاك ويكسب. فلابد انك تبقى عامل حساب ده. اهم حاجه انا دايما بركز عليها
الدفاع الدفاع الدفاع. اوكي. الدفاع عودة محمود متولي اعتقد مهمة جدا في هذا التوقيت. ممتاز. ورجع بعد 340 يوم ولا 341 يوم ما شاء الله كأحسن ما يكون. ربنا يبعد عنه الإصابة يعني. اه ربنا يحميه يا رب، لكن أنا بتكلم على لازم نقول كمان نقطة. اتفضل. إن النادي الأهلي لم يقصر لحظة مع محمود متولي. ولا مع غيره. رعاية. اه لا ده أنا بديها آخر الأمثلة، أحدث الأمثلة. اوكي. 341 يوم هذا الرجل تحت العلاج واهتمام كبير من الجهاز الطبي وعلى مستوى الجهاز الفني لعودته، واعتقد ان رجوع محمود متولي في توقيت مهم اكثر جدا. من رائع. واخيرا لابد ان احنا نوجه التهنئه لعلي معلول الذي كشف، هو طبعا هو له قدر كبير عند الجمهور الاهلاوي يعني له مكانه يعني، بس حصوله على الشاره والفرحه العارمه لجمهور الاهلي على السوشيال ميديا طبعاً طبعاً. وفي كل مكان وفي المدرجات، انا بعتقد ان هذه رساله حب من جمهور الاهلي الى واحد من اللعيبه المحترمه اللي بذلت كل ما لديها لكي تعبر عن حبها للنادي الاهلي. وده الفرق يا استاذ محمود ما بين النادي الاهلي واي او جمهور النادي الاهلي تحديدا واي حد تاني. وحتى جمهور الاهلي تعاطف معه كمان ودخل في الملعب بقى مدير فني وقال لك شوف ضربه الجزاء. ايوه صح. تعدت المساله الحب لمرحله يعني تانيه كبيره، حتى كولر طلع على جماعه مين قال عايز ياخد قرار؟ الجمهور عاوز ياخد قرار. لا طبعا لا يعني بامانه شديده لعيب على خلق اب اولا واخيرا، لعيب ملتزم جدا، اضافه كبيره جدا، من افضل لعيبه في الاخر 10 سنين بعد تجارب كتيره. لو اتكلمنا عن جيلبرتو وفلافيو ومجموعات تانية الله يرحمه محمد عبد الوهاب طبعا بامانه شديده جدا، لعيب مهم كان ان شاء الله يعني. يكمل مع النادي الاهلي. لقطه مهمه جدا كانت، حتى تعاطف الجمهور واضح، ده دليل على الحب والارتباط ما بين اللاعب وهو تشعر بيه بامانه شديده، حتى وهو مش معاه شرط الكابتن. شوف روحه واصراره في الملعب بيبقى عامل ازاي في مباريات كبير، شوف توجيهاته لزمايله كانه اتولد في النادي. طبعا والله يعني هو طبعا لا شك انه حتى الالقاب كتيره اللي اتلغى يمكن ابرزها مستر اسيست يعني من الحاجات المميزه جدا لعلي معلول. اتمنى له التوفيق ان شاء الله ويكون حاضر في المباريات الجايه وخاصه النهائي دوري ابطال افريقيا. عاوز اقول على من كلام الاستاذ جمال موقف محمود متولي، انا عاوز احيي يعني محمود متولي، احييه على التزامه، احييه على صبره، على اصراره، على انه ما طلعش واتكلم، على انه ما قالش، على انه سكت، على انه تحمل، حتى لو كان ايه يعني مثلا جه فتره المدير الفني مثلا حس مع كتر الاصابات انه المساله يعني ممكن تسبب احباط، لكن كونه يلتزم وهذا الاصرار والصبر ربنا كفه بالعوده اللي احنا شفناها. نتمنى ان شاء الله طبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى يكون يعني كمل ان شاء الله في المستوى. مباراه الاتحاد السكندري مباراه في غايه الصعوبه، الاتحاد السكندري انا لسه كنت هسال حضراتكم على الاتحاد السكندري لا شك انه دلوقتي عنده طموح انه يروح الكونفدراليه، هناك صراع شرس على مربع ذهبي من الاتحاد السكندري والمصري وعندك كمان انبي النهارده عمل خمسة واحد كبيره جدا ومفاجاه وغير متوقعه. فلا شك انه اعتقد انه كولار والجهاز المعاون عارفين طبعا، وتجارب كبيره جدا مع الكابتن طارق عاشي. الكابتن طارق عاشي دي من المباريات اللي بيلعبها بتركيز جدا، بيعرف يقفل كويس جدا، فيبقى فيه جهد. وبرده الحاجات دي برده يا كابتن سيف برده بتعلمك وبتزودك خبرات وبتخليك تزيد تدور على على بدايل، على اختراق الدفاعات ازاي زي ما شفنا في مباراه الجونه. صحيح. اعتقد ان المباراه صعبه يعني، اكيد هدفك الاساسي انك تخرج بالثلاث نقاط، فوزك على الاتحاد بيبقى مهم جدا، دفعه معنويه قبل البلديه، كونك تروح نهائي افريقيا وانت باذن الله تعالى ان شاء الله يا رب يعني ان شاء الله تكمل واخد البنط ال 12 الموجودين، هتبقى دفعه معنويه قبل المباراه وتحافظ انك اول قلل خسايرك، تحافظ على لعبتك بالصوره. مساله التبديل تبقى اكيد الراجل عارف وخلاص تعود بقى وخد الخبرات اللي نجح فيها انه يعيد للفريق شكله. ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي، يلعب مباراه كبيره مع قدام نادي الاتحاد ويكون يفوز حليفه باذن الله تعالى ان شاء الله. استاذ جمال كيف ترى مباراه الاتحاد؟ مباراه طبعا في غاية الأهمية، أنت بتلعب مع فريق عنده طموحات وعنده إدارة محترمة بقيادة طبعا الأستاذ محمد مصلحي، واللي موفر لهم كل الإمكانيات حقيقي عشان يدخل مع بما يليق مع فريق الاتحاد وجماهيريته، يدخل مع الكبار
ويشارك في الكونفدرالية وهو يعني ترتيبه يعني يسمح له بهذا الحلم ان هو عاوز يخش مع المربع. لكن مباراة البلدية بقى كمان يعني انا بتفق مع الاستاذ محمود ان انت لازم ان شاء الله تحاول تاخد الثلاث نقاط من الاتحاد قبل مباراة انا شايفها برضو صعبة جدا مع بلدية المحلة اللي محتاج اصلا يخرج من دوامة النتائج السلبية عشان يبعد شوية عن منطقة القاع. صحيح. اجمالا هي المباراتين في غاية الأهمية. النادي الأهلي يسعى إلى الحصول على الست نقاط ويسعى أيضا إلى الحصول على اللقب الثاني عشر الأفريقي وهذا حق وطموح مشروع. نتمنى رب كل التوفيق للنادي الأهلي خلال المرحلة القادمة في هذه الفترة لأنها مرحلة صعبة جدا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده وهقول لحضراتكم خلال الفترة القادمة خلينا دايما ورا فرقتنا خلال هذه الفترة بغض النظر عن الأداء وهذا ليس تبريرا لأي شيء برضه لا طبعا ولكنها الحقيقة أن أنت كابتن يجد الأداء بيتغير أثناء المباراة نفسها. صحيح. لأن الظروف اللي بيمر بيها النادي الأهلي من إصابات وغياب لاعبين أساسيين وكمان بمناسبة اللعيبة الغيابات أنا نفسي وده رسالة وبحب أوجهها من خلال البيت الكبير لكل أبنائنا اللاعبين يا جماعة اللي يبعد يبذل جهد عشان يرجع بس خلاص لأنه أساسا ولك في أحمد عبد القادر في كريم نجم أحمد عبد القادر بعد ما الناس فقدت الأمل في كل الناس يعني أنا بشوف أنه حتى على رأي كولر في المؤتمر الصحفي أنا مش بأشرك لعيبة ربع ساعة يعني عشان أرضيه أنا بختار الأجهز وده شيء يحترم في النهاية هو مش بيعمل كده عشان نفسه بيعمل كده عشان النادي مصلحة الفريق وعشان الفرقة. صحيح. فنتمنى ان الكل يستوعب هذه الامور وحتى اللي يزعل شوية كابتن يزعل شوية ويرجع. صحيح. واللي هيرجعهم هو حضراتكم هو دائما جمهور النادي الاهلي لانه من حق اللعيبة انها تزعل وتضايق ان هو ما بيلعبش. خلي بال حضرتك ده يعني اتعلمناه طوال حق مشروع اتعلمناه طوال حياتنا اللي ما بيزعلش لكن الزعل ليه حدود وليه كل حاجة. ان شاء الله نقف خلف لاعبتنا وفي ظهرهم خلال الفتره القادمه مباراتين متبقيتين في الدوري المحلي سواء الاتحاد السكندري ومن بعدها البلديه ومن بعد كده ان شاء الله نبتدي نحضر كلنا نفسنا عشان المباريات الاول مباراه النهائيه مباراتي النهائيه سواء في رادس او في استاد القاهره. اشكرك يا استاذ جمال على وجودك معنا شكرا جزيلا. اشكرك استاذ محمود على شكرا جزيلا. بكرة إن شاء الله ما تنسوش مباراة الأهلي والزمالك في دور قبل النهائي في بطولة السلة هنطلع بعد نهاية هذه المباراة وهنبقى موجودين مع حضراتكم على الهواء مباشرة إن شاء الله في هذه المباراة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.